بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد متكرر ومتجدد بعد طول الغياب، بعتذر لحضراتكم عن طول الغياب. النهاردة أنا بكلمكم من العاصمة البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 للميلاد، وبعد مرور أيام جديدة من السنة الهجرية الجديدة. كل سنة وحضراتكم جميعا، عرب ومصريين ومسلمين وأقباط وأمة عربية وأجنبية وكل العالم وكل الدنيا بخير وسعادة ومشاعر وإيمان وحب وديمقراطية وجرأة وحرية. النهاردة أنا هبدأ سلسلة غير تقليدية، خارجة على كل الأعراف السياسية، جديدة، نيو، ساخنة، حارة، ملتهبة بنار الفرن والحقيقة والفضيحة بالأدلة والوثائق والمستندات. النهاردة هكلمكم عن عنوان غريب وعنوان خطير وعنوان مريب وعنوان مرعب وعنوان غير تقليدي بالمرة. هنتكلم عن عبد الفتاح السيسي وصدام حسين. عنوان صادم، جديد، غريب، مش طبيعي. السيسي وصدام حسين، واسمحوا لي أضيف ليهم وأنا، يبقى عبد الفتاح السيسي وعلاقته بصدام حسين وأنا. العنوان خطير جدا، والموضوع مريب جدا، والأسرار عسكرية، والأسرار حربية، والأسرار مش طبيعية. معايا مع أنيس الدغيدي كل شيء جديد، كل شيء مش مستحيل. أنا ما بعرفش المستحيل، بعرف الوثيقة والعنوان والمكان والحدث الغير تقليدي. باختصار شديد هندخل في الموضوع على طول. من النهاردة في حرية مطلقة، من النهاردة في كلام جديد، من النهاردة في مستندات، في وثائق. الحقيقة لازم أتكلم معاكم، هقول بعض عناوين منشطات السلسلة اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي عن علاقتي بعبد الفتاح السيسي وصدام حسين، وما الذي يعني جعلني إن أنا آجي هنا إلى لندن. الحقيقة لازم أقف معاكم مع منشط عريض قوي اسمه ماذا عن أسرار اللقاء الذي حدث بيني وبين السيد اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، منذ علاقتي به، اللقاء الذي حدث في عام 2010. ثم من هنا نقفز إلى اللقاء الذي حدث بيني وبين الفريق اللواء، ما كانش فريق، اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العسكرية والاستطلاع، بمعرفة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة. عنوان عريض، عنوان خطير. اتنين، هنتكلم ايضا مع حضراتكم في علاقة عبد الفتاح السيسي بالمخابرات السعودية، وايضا علاقتي بالمخابرات السعودية، وماذا حدث عن أسرار العلاقة الغير عادية التي حدثت بيني وبين عبد الفتاح السيسي والأمير مئر بن عبد العزيز رئيس جهاز المخابرات السعودية في 2014. ماذا عن أسرار المكالمة الهاتفية الساحرة بيني وبين سمو الأمير رئيس جهاز المخابرات؟ ثم ماذا عن اللقاء المخابرات الغير تقليدي بيني وبين اللواء علي الشمراني رئيس جهاز المخابرات أو مكتب المخابرات السعودية في مصر بعد ثورة 25 يناير؟ وماذا عن الرجل الغامض عبد الفتاح السيسي في هذا الحوار؟ وما الذي حدث بيني وبين رئيس جهاز المخابرات السعودية الأمير ميرن بشأن التعاون المطلق مع رئيس المخابرات العسكرية المصرية عبد الفتاح السيسي؟ ثم ماذا عن ترشح الانتخابات رئاسة الجمهورية واتخاذ هذا القرار
وإعلاني له في شتى وسائل الإعلام، في كثير من وسائل الإعلام في العالم بأسره، سواء عبر قناة الجزيرة أو قناة دريم أو قنوات متعددة أو الصحف أو وكالات الأنباء. ثم ماذا عن أسرار اللقاء الغير تقليدي الذي جمعني بالسيد المشير محمد طنطاوي ومحمد حسين طنطاوي والفريق أول سامي عنان، وباركوا دخولي انتخابات الرئاسة ثم خذلوني وخدعوني. علاقتي أيضا بالمخابرات الليبية، وماذا حدث بيني وبين العقيد القذافي ورئيس جهاز مخابراتي سواء عبد الله السنوسي أو سواء كان ما أتى بعده أو من أتى بعده السيد أبو زيد عمر دردة. ملفات ساخنة، ملفات نارية. ماذا عن علاقة، ماذا عن مطلب المخابرات المصرية مني المعلومات عن صدام حسين وإلا؟ ثم بناء على ذلك أو بناء عليه، على أثر ذلك غادرت مصر إلى لندن. ملفات حمراء، ملفات سوداء داكنة، ملفات ملغومة، آهات وأنات مكتومة ملغومة مشحونة بمشاعر الحزن والأسى والعار والفضيحة لهذا الرئيس الهمام الفلتة، أغبى كائن حي بعد محمد مرسي اللي هو عبد الفتاح السيسي. سنتحدث عن رحلة عبد الفتاح السيسي كاملة، ملفات غير تقليدية، من هنا، من عندي، من لندن، من عند أنيس الدغيدي، تهب الثورات، تتحرر الجيوش، تسقط العروش، تبقر الكروش التي جمعت القروش والأموال والثروات نهبا وسرقة من الشعوب، الشعوب المقهورة والمطحونة، الشعوب العربية السليبة المكسورة والمطحونة. من هنا نصنع التاريخ. يقولون دوما أن أنيس الدغيدي هو مؤسسة بحد ذاتها. حقيقة أنا لا أتحدث عن أنيس الدغيدي كشخصي، وإنما أتحدث عن تاريخ، عن سلوك، عن جرأة، عن قلم، عن كتابة، عن تاريخ، عن مقال، عن كتب، عن سلسلة من الانتصارات، عن رجل كتب في عصر مبارك يكفيني فخرا أن كتبت هؤلاء قتلوا السادات، اتهام مباشر للرئيس حسني مبارك بأنه هو الذي اغتال أنور السادات بمساعدة محمد عبد الحليم أبو غزالة المشير وزير الدفاع، وبمساعدة وزير الداخلية محمد النبوي إسماعيل. وتقدمت بذلك ببلاغ رسمي عام يوم 5 فبراير 2008. من يجرؤ على الكلام؟ من يجرؤ أن يفعل ذلك في عصر مبارك في أوج سلطته وحكمه، ليس فقط كتابا ومجموعة مقالات بل بلاغا رسميا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود؟ فمن يجرؤ على الكلام؟ من هنا، من عاصمة الضباب، من عاصمة الفكر، من عاصمة الإبداع، من عاصمة النور، من لندن، أحدث الأمة العربية، أتحدث معكم جميعا. ليه؟ لا أقول نرفع كف الضراعة كي ونبتهل كي نصرف عبد الفتاح السيسي وأمثاله، بل أقول يجب أن ترعوي وتنتبه الشعوب العربية جميعها إلى ما يمكن أن يفعل. يجب أن تهب الشعوب العربية في كل مكان للإطاحة بهؤلاء التوابيت والتابوهات وأشباه الرجال. 22 أحمق يجلسون على مقاعد الأمة، هذه الأمة العربية المكلومة والحزينة والتي تعاني من الويلات والويلات. حتى لا نخرج عن الأمر، حتى لا يتشعب بنا الحديث، حتى لا تتفرق بنا السبل، دعوني أتحدث معكم في الموضوع مباشرة. ملفات وملفات، ملفات نارية. أكرر من هنا، من العاصمة البريطانية لندن، أتحدث إليكم بلا قناع، بلا أستار، بلا حواجز. ما عرفت الخوف لا في مصر ولا في غيرها، وأكرر لكم من هنا، لا خوف، لا توقف، لا مهادنة. ليرفع عبد الفتاح السيسي إصبعه وينهض ليجادلني،
او ليتحدث او ليكشف او ليرد او ليعترض، هو وامثاله. سنفتح لكم الملفات المكتومة والمغلقة والمختومة بخاتم توب سيكريت، ممنوع الاقتراب، احمر سر للغاية، ممنوع التصوير، ممنوع اللمس. نحن نتحدى كل ما يسمون أنفسهم بأمراء الخليج وأمراء الثروة وأمراء الدولة وأمراء السلطة وحراس الأوطان الكذبة. نحن نتحداهم جميعا. من هنا نبدأ بالتابوه الأكبر والتابوت الأضخم والأكذوب الأعلى، عبد الفتاح السيسي. أنا رجل يرفض الإخوان ويرفض أشباههم وأتباعهم وصبيانهم وغلمانهم ومأجوريهم، وأنا رجل أرفض ذلك العبد الفتاح السيسي وأتباعه وأشباهه وسلطته وصفوته وخاصته وكل من يطبلون له بزيف وكذب وادعاء. لذا فأنا الذين يختلفون معي كثيرون، لكن بفضل الله عشاقي أكبر ومحبيني أكثر والذين يؤمنون بنا أكبر فأكبر فأكثر فأعظم بفضل الله، وهذا من فضل الله وعطاياه. أعلم أن كثيرا من قارة الإخوان يبغضونني، وهم يعلمون أنهم جميعا لهم معي ملفات، ولنا وبينهم وبيني وبينهم علاقات وملفات ولقاءات وأسرار سنطيرها وننثرها جميعا في الهواء. لا عصمت لأحد هنا، لا عصمت لأحد أبدا، لا رئيس ولا ملك ولا حتى مملوك ولا أمير ولا خفير ولا وزير، لا عصمت لأحد إلا الأوطان العربية. لا عصمت لأحد تحت صوت قلمي ونير لساني وسطوة حديثي ومستنداتي ووثائقي وصيحاتي. أكرر، لا عصمت لأحد قط إلا للشعوب العربية، الشعوب المقهورة الباحثة عن الحرية، تلك الشعوب البائسة، تلك الشعوب الباحثة عن الخلاص والحرية من تحت هذا النير والظلم وكل شيء يعانونه من هؤلاء الحكام. لا أستثني أحدا، لا أستثني أحدا، ولن أستثني أحدا قط، لا استثناء للقاعدة، كلها قاعدة فاسدة مفسدة ضالة مضلة. أقول لكم سأتحدث في أسرار غير تقليدية عن علاقة عبد الفتاح السيسي بالمملكة العربية السعودية، صانعته التي صنعته مخابراتها العسكرية والعامة. سأتحدث في ملفات خطيرة، كيف زرت السعودية قبل رمضان الماضي أنا وابنتي ووالدتي رحمها الله، وكيف تم اعتقالي هناك أيضا بسبب صدام حسين لمساءلتي عن مكاني والبحث عنه وعن أفتح خطوطا غير تقليدية مع عبد الفتاح السيسي، ورفضت. وهذا هو الذي يطلبه الآن، وهذا هو الذي كان يطلبه مني عبد الفتاح السيسي ورجال مخابراته، ملفات المعلومات وعلى رأسها ملف صدام حسين، وأين التقيت به وماذا يحدث وأين هو وكيف يمكن أن يتم القبض عليه. إنها وقفات غير تقليدية، وقفات مع من هو عبد الفتاح السيسي. علاقة عبد الفتاح السيسي منذ البداية وميلاد تلك العلاقة التي ولدت من سفاح مع المخابرات السعودية والدولة السعودية، بالتاريخ بالأرقام بالأدلة الغير تقليدية، بحاجة لأن تعرفوا ما الذي حدث تحديدا وعلى وجه الدقة في علاقة عبد الفتاح السيسي بالسعودية، وإمتى
ولدت الحكاية ووصلت لغاية فين. محتاجين نقول أيضا الملفات الحمراء اللي بين عبد الفتاح السيسي منذ البداية وحتى اليوم بأسرارها. مثلا ماذا عن أسرار اللقاء الغير تقليدي، الغير تقليدي اللي هو التاريخ، تقدروا تعرفوا ما الذي حدث يوم 26 و27 مارس 2014؟ تقدروا تعرفوا أسرار اللقاء الذي حدث بين عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية يوم 26 و27، أخطر أسرار 48 ساعة في تاريخ الأمة ما بين عبد الفتاح السيسي والملك السعودي؟ ما الذي حدث فيها؟ عارفين حصل إيه؟ عبد الفتاح السيسي غير قيادات عسكرية غير تقليدية في المنظومة العسكرية والجهاز العسكري في مصر. عبد الفتاح السيسي قام بتغييرات كبيرة في قيادات عسكرية وفي المجلس العسكري، وسن تشريعات عسكرية تتيح له وتبيح له فعل كل شيء في الجيش وفي العسكرية المصرية، وغير قيادات ومراكز من أجل حمايته. وفي نفس الوقت عبد الفتاح السيسي نفسه يعطي أوامر للملك عبد الله بتغيير قيادات في السعودية عسكرية، وتم كل حاجة هنقولها بالاسم. في هذا اللقاء أحداث 26 و27 مارس 2014 ما بين عبد الله وعبد الفتاح السيسي، تقدروا تعرفوا ايه اللي حصل الساعة 9:10 على طائرة الملك عبد الله لما أتى من الرياض، لما أتى من الـ 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 العاصمة المغربية الرباط، ونزل في مطار القاهرة يوم 20 يونيو سنة 2014 من ليلة الجمعة الساعة 9:10 بالظبط، في لقاء استغرق 35 دقيقة. تقدروا تعرفوا ايه اللي حصل بين السيسي على ظهر الطائرة الملكية بتاعة الملك عبد الله؟ أسرار غير تقليدية، ملفات حمراء. عشان تعرف حقيقة ما حدث، عشان تعرف حقيقة اللي حصل، عشان تعرف حكاية الإطاحة بمحمد مرسي والانقلاب عليه، وهيقول لك بقول الانقلاب أهو، هيقول لك أيوة ده الإخوان مشغلينه. لا، كذب الإخوان الدجاجلة. لست مع الإخوان، ولا دولة الإخوان، ولا كذبة الإخوان، وتاريخ خير شاهد. أنا قضيتي ومشكلتي وأحد جوانب روعتي إن أنا مش مع عبد الفتاح السيسي، ومش مع الإخوان المسلمين، ومش مع حمدين صباح الدجال، ولا مش خصاصية الكذابين اللي حاسبين نفسهم معارضة في مصر. أنا مع الشعوب والأرض والأوطان والإقليم. ما هو أي دولة في العالم عبارة عن إيه؟ إقليم، أرض، وحكومة، وشعب. شعب اختار صفوة منه أو قلة منه مجموعة وقال دول يحكموني. أنا مع الشعب دايما، مع الأرض، مش مع الحكومة إلا إذا أصلحت. يعني كمثال، أنا هنا في بريطانيا، وأنا يعني بعمل جولة كده في لندن، لقيت بريطانيا، لو انت لما تروح عند ساعد بيجبن في الميدان الجميل ده كده وتتجول وتبص شوف في الحديقة، تلاقي ايه؟ تلاقي مجموعة تماثيل بدأ كده في المقدمة بتمثال كبير لوينستون شيرشل، ومجموعة تماثيل واصلة لغاية ما توصل لغاندي ومانديلا. يا سلام، بريطانيا تعمل تمثال لغاندي وتعمل تمثال لمانديلا؟ أيوة. طب انت حضرتك عارف مين هو غاندي؟ ايوه طبعا عارف، الزعيم الهندي الكبير. حضرتك عارف عمل ايه؟ انت طبعا اكيد انت عارف، بس لازم تاخد بالك من جزئيه. غاندي لما يقود الثوره الهنديه الكبيره لتحرير بلاده من الاحتلال البريطاني، تخيل غاندي يقود الثورة في الهند اللي بدأت بثورة الملح والعصيان المدني في الهند،
للإطاحة بالاحتلال البريطاني في الهند، وتيجي بريطانيا تعمل له تمثال في قلب الهند. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت في اعظم بلد حرية حقيقية في التاريخ. يعني ينفع، يعني ينفع، ينفع ان انت تحط صورة في بيتك وتمثال في بيتك للراجل اللي العدو بتاعك اللي خرجك من بيتك واللي بيطردك واللي بيضربك واللي بيعذبك واللي بيسرقك واللي كذا؟ مستحيل. بريطانيا بقى عملت كده لاقتناعا منها بالحرية، ولو اختلف ده مع ايديولوجيتها العسكرية وفكرها في مرحلة من الزمن. فهي دي الرؤية الحقيقية للحرية، وهو ده التصور الحقيقي للفكر والإبداع والصدق والمصداقية. فأنا دايما مع الشعوب، مع الأوطان، مع الإقليم، مش مع الحكام إلا إذا أصلحوا. وشور لي كده بإصبعك على حاكم عربي عنده صدق وحقيقة ووضع. كمثال، الراجل اللي بيحكم الجزائر النهاردة عبد العزيز بوتفليقة، أنت تعرف الراجل ده لم يحدث ويخاطب شعبه من إمتى؟ من أكتر من 3 سنين وشوية ما عملش خطاب لشعبه. الراجل ده فقد الذاكرة من 5 سنوات. الدستور الجزائري بيقول إذا الرئيس في الدولة ما خاطبش، لم يخاطب شعبه في خلال 6 شهور، ده يقال يبقى راجل مختل ومختفي وعنده مانع طبي. الراجل بقى أكتر من 3 سنين ونص ما عملش خطاب يخاطب شعبه. ليه؟ في مؤسسة بتحكم والراجل ده مغيب، ما بيحكمش، فقد الذاكرة. شوف، ده مثال من أمثلة في الحكومات العربية، مثال من أمثلة متعددة على رؤوس ورأس السلطة في العالم العربي. لذلك احنا معاكم في كل الأمة العربية من أجل التغيير. لا عنوان لحديثي، لا جغرافيا لكلماتي، لا مكان ولا موطئ إلا كل الأمة العربية والعالم كله. حديثي للجميع، سأتناول الجميع بالأدلة بالمستندات. أنا بتربطني علاقات كبيرة بأجهزة مخابراتية رفيعة المستوى، أكتر من 7 دول عربية ب7 أجهزة عربية مخابراتية رفيعة المستوى، أحمل كل ملفاتها، وبيني وبينها علاقات ومحطات ولقاءات وأحاديث وأدلة ووثائق ومستندات. لا قضية في الأمر، سنتحدث في كل شيء. الحديث يطول وذو شجون. عشان نتكلم في عبد الفتاح السيسي دلوقتي، لازم أرجع بيكم عشان نتكلم في عبد الفتاح السيسي وصدام حسين، وإن عبد الفتاح السيسي حريص على إنه يعرف مكان صدام، عاوز يعمل بطولة. ما أصله ضحكوا عليه وقالوا له أنت عشان تبقى بطل وزعيم زي عبد الناصر لازم تعمل مشروع زي قناة السويس. فراح يعمل قناة السويس تاني، في حين إن جمال عبد الناصر عمل قناة السويس. قناة السويس يعني حفرت في عصر الخديوية، نعم، حفرت في عصر مصر المملوكية والخديوية والأسرة العلوية، نعم، من في 1882 81 وهكذا. ولكن جمال عبد الناصر أممها سنة 56، في نوفمبر 56. فأنت قدام زعيم. لكن القزم عبد الفتاح السيسي لازم كمان يبقى هو زعيم، فيقولوا له تعالى اعمل مشروع قناة السويس بشرط. ما احنا عندنا في مصر حاجة اسمها اتوبيس 30 رمسيس الهرم، واتوبيس 30 بشرطة مش عارف بيروح فين. فده عاوز يبقى عبد الناصر بشرط، فيجي يعمل ترعة. الغرابة انه ياخد فيها 70 او اكتر من 77 مليار جنيه مصري. ليه؟ ليه؟ ده رايحين فين دول؟ طب السؤال، جابت ايه لقناة السويس؟ كل ده هنناقشه بالارقام وبالادلة والوثائق والمستندات، واحنا بنتكلم بالتفصيل. بس انا بقول لحضراتكم هنتكلم في ايه دلوقتي بعد كده في المقاطع او الحلقات او اللقاءات اللي جاية بينا، بعنوان عبد الفتاح السيسي وصدام حسين وانا، العلاقات الحقيقية
والملفات السرية الحمراء. عشان تتكلم عن عبد الفتاح السيسي وتاريخه، وتتكلم عن أوهامه وأكذاب لهذا القزم، قزم سياسة، قزم عسكرية، قزم فكر، قزم كل حاجة، كذاب، رجل كذاب. عشان تتكلم عنه لازم ترجع للبدايات، وعشان ترجع للبدايات لازم ترجع لمن صنع هذا الرجل، وعشان ترجع لمن صنع هذا الرجل يا السعودية بالذات، لازم أفتح مع حضرتك ملفات السعودية وعلاقتها بالحكام المصريين. إيه علاقة السعودية بكرسي السلطة من أول الملك عبد العزيز والملك فؤاد، والعفو عن الملك عبد العزيز والملك فاروق، لغاية ملوك السعودية مع الرئيس جمال عبد الناصر، الملك سعود، الملك فيصل، مرورا ب طبعا الملك خالد جه سنة 82، بعدين بعد رحيل الرئيس، بعد رحيل الرئيس عبد الناصر، وبعد رحيل الملك فيصل سنة 75 اغتيال. فانت قدام تاريخ لازم تقف قدامه عشان تشوف السعودية حط الحكام المصريين في دماغها قد ايه، وعلاقة المخابرات بجمال عبد الناصر، المخابرات السعودية بجمال عبد الناصر. ولازم تعرف، لازم تعرف علاقة المخابرات السعودية وقصر اليمامة، قصر الحكم في الرياض السعودي، بالحكام المصريين، علاقتهم بجمال عبد الناصر وعلاقتهم بالرئيس السادات، وكيف زرعوا السادات في تاريخ عبد الناصر وأطاحوا بعبد الناصر وقتلوه، وكيف وصلوا بأيضا حسني مبارك بعد السادات، وكيف صنعوا أيضا عبد الفتاح السيسي للسيطرة على مصر، ولماذا مصر بالذات استراتيجيا وسياسيا هي الأهم ورمانة الميزان بالنسبة للفكر السعودي والمخابرات السعودية. لازم تقف مع كل ده، لازم تعرف حقيقة كل ده، ولازم تعرف ان صدام حسين لما كان ضد السعودية وضد الكويت ومع الشعوب العربية، لماذا كان خصما وسيزال وسيبقى خصما للمملكة العربية السعودية. ونصل مع ملفات وملفات وملفات. من هنا نبدأ، من هنا نتكلم، من لندن. احنا محتاجين نتوقف قدام، انا عاوز اقول لكم على حاجة. اخطر ثلاث دول في الشرق الاوسط باستثناء اسرائيل هما ايران والسعودية ومصر. دول اهم ثلاث دول في المنطقة، ايران، السعودية، مصر. هذه الدول الثلاث تتعانق وتبتعد وتحوم حول بعضها لتشكل نسيجا خطيرا يؤثر على الجغرافيا والتاريخ والوطن والإقليم والشعوب في الشرق الأوسط. لذلك السعودية موطدة علاقتها جدا مع مصر، وعذلك الملك عبد العزيز، وأنا شخصيا بعتبر أن الملك عبد العزيز واحد من عباقرة التاريخ. الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية الحديثة، الدولة السعودية الحديثة. هذا الرجل واحد في رأيي أنا الشخصي من عباقرة التاريخ. واحد يأتي طريض من قطر وبعدين يعيش في الكويت ردح من الزمن، وبعدين يأتي في لغاية ما يعمل مجموعة عصابات مكونة من 72 راجل، ويستطيع انه هو يحرر او يحتل او يستولي على المدن السعودية مدينة فمدينة، يستولي عليها ويحتلها وتدين له بالولاء والطاعة، وبعدين
يصل الى 1602 ويحتل الكويت بعد معركه الدرعيه، وبعدين يسيطر على المملكه العربيه السعوديه على الحجاز ويحولها الى دوله باسم عائله السعوديه. سيبك من الدوله السعوديه القديمه واللي واللي واللي، لكن بكلمك عن بدايه التاريخ الحقيقي لشخصيه الدوله السعوديه. وبعدين يعرف موازين القوة فين، ويصاهر أكابر العائلات والقبائل في الحجاز، فيتزوج 28 سيدة من 28 قبيلة ليعضد ويقوي العائلة السعودية والأسرة السعودية ويأمن الخروج عليه. ومع ذلك حدث، احنا مش بصدد الحديث عن تاريخ السعودية كله، لكن انا عاوز اقول لك علاقة السعودية بكرسي السلطة في مصر وصناعة الحكام وابادتهم وقتلهم في مصر. في الخمسينات المملكة العربية السعودية، بعض الناس يقول لك انت يعني بتخوض كتير قوي في التفاصيل، ضروري لازم تبقى عارف التاريخ والجغرافيا وعلاقة ده بالسياسة الواقعية اللي انت عايش عشان تعرف الحقيقة. انت في سنة 1954، في سنة 1954 جمال عبد الناصر كان في خصومة شديدة في الخمسينات مع الملك سعود والأسرة السعودية، وكان تعرف ان جمال عبد الناصر ضابط من الضباط الأحرار وجه للسلطة في مصر ورافض الملكية وعايش الحلم الجمهوري والحرية ودول عدم الانحياز والانفتاح على الحريات، ده الخيال اللي عبد الناصر كان عامله في السياسة الخارجية. لكن مع هل عمله في السياسة الداخلية في مصر؟ لا، معتقلات وسجون وديكتاتورية وكل ده. لكن على المستوى الأحلامي عبد الناصر ضد الملوك العرب، وعلى المستوى الواقعي عبد الناصر مع الديكتاتورية. يوم 7 أغسطس سنة 1954 الرئيس جمال عبد الناصر كان في المملكة العربية السعودية بيحج. الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك مخطط لاغتياله يوم 7 أغسطس في الحج، رغم قبله للسعودية والملك فيه والملك سعود وسلامات وتحية واحترام للزعيم اللي هو بقى القائد جمال عبد الناصر. حدثت محاولة اغتيال كان مخطط لها ومقرر انها تتم في 7 اغسطس 1954. جمال عبد الناصر رجع وقطع علاقته بالسعودية و من هنا بدأت تسجل اول صفحات سوداء للملك بين الملك سعود والسعودية وحكامها ومخابراتها وما بين جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بدأ يشتم في آل سعود وفي السعودية بكلمات متدنية جدا جدا، أربع أن أنا أقولها، يعني يقول سعود العميل، هنتف دقن فيصل لما جه فيصل بعدين، حاجات كده. باختصار شديد وصلت العلاقة بين مصر والسعودية إلى منحنيات متعددة من الخطورة. الملك سعود بكل تاريخه في الأسرة السعودية تم طرده والخروج عليه من الأسرة السعودية وهرب راح لبنان. جمال عبد الناصر رحب بيه وجابه وجاب معاه 2 مليون دولار، وقتها كانت معاه الراجل، بمساعدة صلاح نصر زعيم وقائد المخابرات المصرية، هو زعيم صلاح نصر في رأيي زعيم مخابرات.
على مستوى العالم يعد من الأفزاز، ملاحظات سيئة، تاريخ أسود ناري، لكن دي لعبة المخابرات ما تقدرش تختلف عليها. لا، لأن المخابرات لها لعبة، بقدر ما فيها من شيء طيب، بقدر ما فيها من دناسة وخسة ودناءة وصفحات حمراء وسوداء وملوثة وملونة وكل شيء. لكن استطاع صلاح نصر انه يجتذب ويأتي به الراجل وفوضه وجابه وجلسه مع عبد الناصر، وقعد في مصر الملك سعود كلاجئ في مصر. فعلاقة مصر بالسعودية ومخابراتها وقصر اليمامة، قصر الحكم في الرياض، شائكة وساخنة ومشينة ومهينة وعظيمة وغريبة ومريبة وسرية وحمراء. وصل الأمر إلى تولي الملك سعود الملك فيصل. الملك فيصل ده بقى في رأيي الشخصي هو أعظم جهابذة، واحد من أعظم جهابذة الحكام على سطح الكرة الأرضية. أنا بحبه جدا يعني وبعشقه جدا، وراجل ليه مواقف منيرة ومضيئة جدا جدا جدا، لكن لم يختلف قيد أنملة عن مخططه ومخطط الدولة السعودية في علاقتها بالحكومة المصرية والحكام العرب المصريين بالذات على مر التاريخ. الملك فيصل له موقف جميل في حرب الثالث من أكتوبر 73، ليه موقف نبيل في قرار ومؤتمر القمة العربي الطارئ قبل أكتوبر 73 ومنع النفط عن إسرائيل والدول الغربية. نعم، حدث ذلك، لكن على مستوى الدور السري والمخابراتي اللي عمله الملك فيصل مع كمال أدهم قائد المخابرات السعودية وحسن التهامي المستشار الخاص للرئيس السادات والمؤامرة مع ريموند كلونز خبير السموم الأمريكي لقتل الرئيس جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر سنة 1970، ده قضية أخرى تماما، ده ملف تاني خالص. ريموند كلونز خبير السموم الأمريكي تآمر مع الملك فيصل ومع كمال أدهم قائد المخابرات السعودية وقتلوا الرئيس جمال عبد الناصر. وأنا كنت أول كائن على سطح الأرض قال الكلام ده في مقالي اغتيال جمال عبد الناصر. بعدية بأربع سنين أخذ مني المرحوم محمد حسنين هيكل وقال ردد الكلام اللي أنا قلته، والمقالة موجودة بتاعتي في الجورنال بتاريخها. فاغتيال جمال عبد الناصر بيد السعودية، لكن عاوز أقف وقفة بقى، لما اغتالوا جمال عبد الناصر، قبل ما اغتالوا جمال عبد الناصر عملوا إيه؟ الوضع بعد 67 في مصر سياسيا وعسكريا متأزم، وانهار جمال عبد الناصر، وتغير جمال عبد الناصر من قبل يوم 4 يوم 5 يونيو 1967 غير بعد يوم 5 يونيو 1967. جمال عبد الناصر الطاووس المتكلم المغرور المتعالي المترفع الواثق تغير، أصبح جمال عبد الناصر المنكسر المهزوم اللي شعره بيض اللي انحنى اللي خاف اللي اهتز اللي ارتج اللي سقط اللي كبأ اللي وقع. فبدأ يقدم تنازلات في كل حاجة، فكان مؤيد اليمن سحب جيشه من اليمن، وكان اللي مسؤول عنه سياسيا جمال عبد الناصر وأنور السادات وعسكريا عبد الحكيم عامر. فبدأ يتراجع عن اليمن. ليه؟ لأن الملك فيصل دخل وعمل كل ده. احنا بنكلمكم عشان تعرفوا حكاية إن صدام حسين زعيم كبير، وإن أنور السادات زعيم كبير، وإن علاقة مصر بالسعودية بالعراق بإيران بالمخابرات دي كلها لعبة كبيرة وخطيرة جدا جدا. عشان نفهمها لازم نعرف جذورها، لازم نعرف جذور كل حاجة وأصل كل حاجة وحقيقة كل شيء عشان نصل إلى حقيقة علاقة المخابرات المصرية بكل ذلك وعبد الفتاح السيسي بكل ذلك وما أتى بعد ذلك، لأن دي سلسلة. فالمخابرات بقيادة كمال أدهم والتعامل معه
ازاي قتلوا جمال عبد الناصر. لكن قبل ما قتل جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر المنهار بعد 5 يونيو 67 بدأ يقدم تنازلات. بدأت السعودية تدخل في لحظات الضعف، وهي حريفة قوي في ده، مبدعة قوي في ده، أستاذة في ده. بعد 25 يناير السعودية دخلت بثقلها ومخابراتها وحدها وحديدها وثرواتها ونفطها في مصر عشان تصنع الحدث وتصيغه زي ما هي عاوزة، ونجحت 100% بصياغة كل شيء زي ما هي عاوزة بالظبط تماما. أتت برجلها عبد الفتاح السيسي. لكن تعال نكمل اللمحة التاريخية على بال ندخل للتاريخ الواقعي بقى، وحكاية إيه مع عبد الفتاح السيسي ولقاء به، اللقاء اليتيم بعبد الفتاح السيسي بعد 7 أكتوبر 2010 بعد ما تم تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسا للمخابرات العسكرية والاستطلاع في مصر بقرار من حسني مبارك رئيس الجمهورية وقتها. يعني قبل 25 يناير وثورة 25 يناير بسنة وشهر تقريبا، أو بسنة أو بسنة وشهرين أو كده. إيه اللي حصل؟ حدث إن لما كاب عبد الناصر وانهار عبد الناصر وضعف وسقط عبد الناصر بعد 67، تدخلت السعودية بمخابراتها عن طريق كمال أدهم وبصديقها الصدوق حسني أنور السادات. الملك فيصل لا الأول في 54 كان في تأسس المؤتمر الإسلامي، بقى رئيسه الملك سعود، وجمال عبد الناصر أعطلهم أنور السادات يبقى سكرتير الملك سعود. الملك سعود سكرتيره أنور السادات. هنا بقى، وأنا نشرت ده في مقال هوريه لحضراتكم دلوقتي، أنور السادات أنجب ابنا غير شرعي منين؟ من جارية سعودية في ذلك الوقت، وله ابن أمير يعيش الآن في الأسرة السعودية توأم الرئيس السادات. ما أصل ذلك؟ ما الحكاية؟ دي بقى شغل المخابرات الحقيقية بقى. لما أنور السادات في 54 اشتغل سكرتير للملك سعود في المملكة العربية السعودية فيما يسمى المؤتمر الإسلامي، اللي حصل إنه أهداله جارية سعودية من جواري الأميرات هناك سوداء، فعاشت مع الملك مع أنور السادات 3 شهور. وبعدين السيدة جهان السادات علمت بذلك فعاتبت بشدة وعنفت السادات، فالسادات تراجع بسرعة وأعاد الجارية، بس كانت الجارية حامل، إلى الأسرة، إلى الملك سعود. والجارية بعد فترة وضعت وأنجبت هذا الأمير الذي يشبه تماما الرئيس السادات. فهناك أمير سعودي الآن يعيش بينهم توأم الرئيس السادات، تاريخ معروف. الملك سعود أعطى 26,000 ريال وقتها هدية للرئيس السادات، أو اللي هو بقى للسادات السكرتير بتاعه، وأخذ الست دي اللي وضعت هناك وعاشت في حضن الأميرات زي الأول وأنجبت أمير. طيب، إذن علاقة أنور السادات بالمخابرات السعودية وبقصر اليمامة علاقة وطيدة وجذرية متجذرة في العلاقة المخابراتية والسياسية هناك. فلما انهار عبد الناصر ووصلنا لغاية سنة 69، من اللي كان نائب؟ حسين الشافعي. وأنا عملت حوارات كبيرة مع السيد حسين الشافعي، وكلكم عارفينها وفاكرينها في جريدة الميدان، حوارات كبيرة جدا صحفية، وقال لي هذا الكلام أيضا السيد حسين الشافعي. ووقفت مع السيدة جهان السادات في طرف من هذه الموضوعات، ومن خلال ربط كل الخيوط بما قاله لي السيد محمد حسنين هيكل والصديق الراحل العزيز الأستاذ أنيس منصور، والمعلومات المخابراتية اللي وردت إلينا واستقيناها بطرقنا، نصل إلى الحقيقة بقى. اللي أنا بقوله لكم ده زبدة وزبدة الحقيقة. فالرئيس عبد الناصر
ضغط عليه الملك فيصل وقال له لا احنا عاوزين نائب اوحد. بدأوا بقى يتفاوضوا في موضوع اليمن، وبدأ عبد الناصر يطلب مساعدات من السعوديه، فقالوا له احنا ما بنعرفش نتفاهم معاك بصراحه، احنا مش عاوزين، احنا الرجل اللي ممكن نتفاهم معاه في الحوار بتاعك ان يبقى هو انور السادات. قال لهم حاضر، ايه يعني؟ ما انا بعين 5 6 7 نواب مع بعض، ما كان حسن ابراهيم وعبد اللطيف البغدادي وعبد الحكيم عامر وحسين الشافعي والسادات وغيرهم ما كانوا نواب، ايه المشكله؟ فقال خلاص. فجاب الرئيس السادات في منتصف 69 وهو رايح مؤتمر القمه في الرباط، وقال له الواقعة الشهيرة، هات مصحفك معاك يا أنور. فراح أنور السادات واخد مصحفه معاه، حتى السيدة جيهان السادات بتقول لي لما خد قال لي يا جيهان يبدو إن الرئيس عبد الناصر ما عندوش مصحف في البيت ولا إيه ده، قال لي هات مصحف معاك وأنا رايح. قالت له خد مصحف معاك، يمكن ما عندوش مصحف. فراح هناك قال له احلف اليمين إن أنت نائب أوحد ليا يا أنور. والكلام ده في حضور حسين الشافعي، ولذلك حسين الشافعي من تلك اللحظة بيكره أنور السادات كره الشيطان. تم اختيار انور السادات بضغط من الملك فيصل شخصيا على جمال عبد الناصر ليصبح السادات نائبا له. ثم ريموند كلونز وكمال ادهم بمعرفتهما، ريموند كلونز خبير السموم الامريكي، تم وضع عصير الجوافه للرئيس جمال عبد الناصر في اجتماع القمة العربية بعد ما ودع أثناء لقائه مع الصباح السالم الصباح، وبيودعوا الرئيس السادات النائب أنور السادات والرئيس جمال عبد الناصر. شعر السادات عبد الناصر شعر ببوادر التسمم واللي حدث له، ومات جمال عبد الناصر، وأتت السعودية بالرجل الأوحد لها والرجل المقرب. شوف السعودية داخلة ازاي، شوف علاقة السعودية بالمخابرات المصرية وكرس السلطة المصري عامل ازاي. في عصر بقى جون برضو حدث ما يسمى، والكلام فيها كتير قوي مش عاوز اقف عنده دلوقتي، باغتيال بحارس المنصة، وتم اغتيال الرئيس السادات عن طريق الرجل المقرب اليه النائب بتاعه وهو محمد حسني مبارك، رجل السعودية ايضا الاول. بعد كده حصل الثورة 25 يناير، وجت هبدأ بقى احكي لكم بقى انا علاقتي انا بقى ايه بالظبط مع عبد الفتاح السيسي وعمر سليمان والمخابرات العسكرية المخابرات السعودية، وماذا حدث بالضبط في هذا الملف، الى ان اصل بحضراتكم الى حيث انا هنا في لندن، وماذا عن المخابرات المصرية وملف صدام حسين مع المخابرات المصرية، وما حدث بعد إعلاني عن أن أنا قابلت صدام والتقيت به، ويريدون أن يعرفوا أين هو وماذا يمكن أن يفعلوا وكيفية القبض على صدام حسين. هنتكلم في هذه التفاصيل مع بعض. هنستكمل مع حضراتكم الرحلة، وهندخل في الموضوع مباشرة، وهتكلم عن رحلتي مع الرئيس صدام حسين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلاقة جهاز المخابرات المصرية بي بالتفصيل من أول عمر سليمان لغاية عبد الفتاح السيسي، وما فعل عبد الفتاح السيسي لما عرف أن أنا بلتقي بصدام حسين، أو إن صدام حي وأنا بقول هذا الكلام، وإن ده جزء كبير من المشاكل اللي بيني وبين عبد الفتاح السيسي. حابب الأول قبل ما أقول ده أقول لكم شعوري ومشاعري اللي قلتها بعنوان يعيش الدكتاتور. يعيش الدكتاتور ليقتل ويذبح ويسجن العباد، ويحكم بأمره ويسرق بأمره وينهب البلاد. يعيش الدكتاتور قزما سفيها يكمم الأفواه، قرضا كريها يحني الجباه، جبانا عتيها يقتل الحياة، يوزع الابتسام ويقصف الأقلام ويسفك الدماء. يعيش الدكتاتور، يعيش الخسيس
ليسرق الشعب والدولة والرئاسة. يعيش التعيس، تحيا مصر يا وارد مؤسسة القداسة. ستسحق بالحذاء يا فسك يا أحمق يا رمز النجاسة. يا مصر يا بلدي، تعبت فيكي أحاسيسي. اسمحيلي أختم كلامي عامي وبلدي بلا تفليسي. يا مصر يا مصر يا مصر، اتولد فيكي كم نبي وكم غبي وكم حمار وكم سيسي. سنبيد الدكتاتور، يسقط السيسي يسقط الدكتاتور. في حاجة قلتها كتبتها أيضا أنا، اسمها أين المعارضة؟ أين المعارضة؟ جاي النهاردة بتسألني عن المعارضة؟ كانت فين المعارضة من أيام ناصر والسادات ومبارك؟ بعد ألم أنيس الدغيدي وعبد الحليم أنديل، عمرك شفت معارضة في ليلك أو نهارك؟ تكشف كلاب السلطة وتفضح ظلام الليل؟ جاي النهاردة بتسألني عن المعارضة؟ مدد يا معارضة، تعالوا يا مستمعين. ايه؟ مين؟ بردعي؟ ايمن؟ ابو الفتوح حمدين؟ واظن عاوز تقول لي عيسى وموسى وكام مش عارف مين. واظن عاوز تقول لي عيسى وموسى وكام مش عارف مين. ويمكن تقول لي حسان ويعقوب والحويني وابن 60 في 70. تعالى اقولك افهمك دول يا ابني يبقوا مين. بردع وارد امريكا ومستورد مضروب من الصين. وايمن ابن النظام، ابي فتح سرور وامه سوزان عارفين. وابو الفتوح اخوان لا نشق ولا نفك من مكتب التهجين. اما بقى حمدين فغازية ملوكي بترقص في كل الموالد بلا دين. فشر بكري والفقي على كل الموائد شاربين واكلين. اما بقى عيسى اللي هو الواد براهيم فمعارضة لولبي شقلبي مصنوع من الطين. على عين مبارك وكل الكبار عارفين. يلحس الجزم ويأكل الشهد ويبلبط معاهم في العجين. زي أديب والجلاد وحمودة وإبراشي وشلة المنتفعين. ولميس وخميس وسعاد ومنى الشاذلي وإلهام شاهين. وأحمد موسى وسعد وسعيد وخالد صلاح وتامر أمين. وناس كتير تانيين. فلتسقط دولة العمالة والخيانة والمخبرين. يا مصر يا ما فيكي أفقين. وخد عندك مشايخ مبارك المصنوعين. ومش عارف مش غريبة ومش غريبة يعني يمنع كشك من الخطابة ويدخل ابن عاشور النيابة. ومش غريبة يعني يمنع كشك من الخطابة ويدخل ابن سامح عاشور النيابة ويرفع الخاينين. حسان نسيب مدير المخابرات مبارك الأمين. حسان نسيب مدير مخابرات مبارك الأمين. ويعقوب شيخ الحريم متجوز من القاصرات كم وعشرين. بس في 6 سنين وتقول لي تعدد النسوين. والحويني بتاع الألسن والترجمة جاهل لغة عربية ودين. يقولك أنا إمام العصر يا مصر ويفتي في دين أم الدين. عاوز أقولك كلمة بس خايف تسبوا الدين. إيه؟ أحزاب؟ بتسألني عن الأحزاب والسياسيين؟ في عصر مبارك كان وفد وأحرار وعمل وإخوان مسلمين. مش حزب أيوة، لكنهم في مكتب الإرشاد متفقين ومتبرمجين.
يكونوا خازوق مصالح وسبوبة في أي شرع ودين. قامت يناير هزت الدنيا وأسقطت الطاغوت المبين. الأحزاب فجأة بقت وطنية تهتف يعيش المصريين. والسياسيين ده لو حسبناهم سياسيين انداروا يشرحوا في مبارك ويسبوا لأبوه الدين، وهو اللي كان معيشهم ومحسوبهم وتاج راسهم وحارسهم المتين. يا ولاد الكلب يا منافقين. وكان في البرلمان مخيشهم وبالتعيين 10 ودستة و20، فقعوه 1000 مهموس، فقعوه 1000 مهموس وعشره 100 اسفين. ولما الاخوان حكموا وخرجوهم من الصورة قالوا لمبارك اسفين، وقالوا عن سوزان غندورة وعن جمال مسكين. وطبلوا وزمروا لتوحة السيسي وفوضوه لقتل المصريين، وفي ربع والنهضة سفك الدماء وفي كل الميادين. وتقول لمعارضة وأحزاب ومشايخ دين، معارضة مأجورة ومشايخ مصنوعة ملعون أبو السياسيين. فاهمين؟ يا بلد جميلة وشعبك عظيم وكل الكنوز وكبار كلابك حثالة وعمالة وخيانة ويقول لك رموز. وأزهر تسيس تهيس ضالين ومضلين، يفتوا بنهب الثروة والسلطة وقتل النفوس، ويشعل نيران الفتنة بين مسلم وقبطي وحرب البسوس. والسيسي ده سأله عن تبرير لمجاز الرابعة يقول له يجوز. ملعون الخسة والدناسة يا تيس التيوس، اجمع فلوس احصد رؤوس، قريبا جدا سنسحقك وعلى راسك ندوس. تقول لي معارضة يا معارضة استنسخت من مبارك قرد وصنم وعبدوه، ده سيسي قزم وحمل وغزية والسح الدح بوه. مصر حضن من فضلكم، تحيا مصر ملعون أبوه. حاجة أخيرة تالتة بعنوان صباح الخير يا يناير، بقول فيها صباح الخير يا يناير، فاكرين ثورة 25؟ خلاص هلت البشاير، راجعين يا ولاد جاهزين، نشيل طينها نشعل حطينها، نحرر طينها لمواطنها، خلاص جايين جايين يا يناير ايد في ايد، وحلفين 1000 يمين وحنوفي بالمواعيد، نحرر مصر من الحمار والغبي وللشمع نقيد. فاكرينك يا يناير، يا ترى انت لسه فاكر لما حمار نهب السلطة من غبي؟ فاكر لما انتخبنا غبي مكرهين هربانين من العساكر؟ قام الغبي لما اتسلطن رمانا من القطار وقطع التذاكر. تقولش قصر اتحادية أبوه ولا هو مش فاكر؟ جه الحمار ونهب السلطة من الغبي. ياه لسه فاكر؟ شوف الحمار لما اتفرعن والنبي، خلى الدولار ولع نار ويقول لك استقرار، والاسعار شيء دمار سعيد يا نبي. ما هو الحمار اصله غبي، ابن غبي، ملعون ابويا وابوك وكل من في كوكبي، لو نسمح في يوم يحكمنا حمار او غبي. كل الشكر والتحيه، كل التقدير، آسف على إزعاجكم بكلماتي بمشاعري. تعالوا بقى نتكلم
في علاقتي بالسيسي و بصدام حسين. اهلا بحضراتكم، انا حابب اتكلم معاكم بشكل عادي، بشكل عائلي، بشكل بسيط، بشكل تقليدي. بكلمكم من هنا، من لندن، من عاصمة الثقافة والصحافة والحرية والديمقراطية والإبداع. بكلمكم من العاصمة البريطانية التاريخية لندن، قلعة الفكر. بكلمكم من العاصمة التقليدية العظيمة الرائعة التقليدية للحرية، العاصمة الرائعة لمساعدة الحريات ونشر الآراء المحترمة ومساعدة أهل الفكر والإبداع. هذه العاصمة التي تؤمن بالفكر ديدنا وبالوعي مبدأ وبالثقافة منهجا وسبيلا. نحن الآن في لندن، عاصمة الثقافة والحب والمشاعر والديمقراطية. أهلا بكم. من بداية رحلتي في عالم الكتابة، كان لي كتاب كلكم عارفينه اسمه انحرافات الفن والسياسة. انحرافات الفن والسياسة كان تجربة عنيفة جدا 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 مني مع المخابرات المصرية على وجه التحديد، وكان يعتبر أجرأ حوارات في تاريخ المخابرات المصرية لكشف المخابرات والمصرية على وجه التحديد وصلاح نصر وصفوة الشريف وماذا حدث في هذه الرحلة. هنتكلم عنه الآن تفصيلا. فكتاب انحرافات الفن والسياسة كان حوارات عملتها أنا مع السيدة اعتماد خرشد الشاهدة على عصر صلاح نصر بعنوان انحرافات الفن والسياسة، اعتماد خرشد شاهدة على انحرافات الفن والسياسة بقلم أنيس الدغيدي. حان أجريت معها حوارات غير تقليدية، ودي عادتي الحقيقة أن أنا بكون بحاول دايما أكون غير تقليدي، أكون مفاجئ، أكون مباغت، أكون قوي، أكون مباشر، أكون سريع، أكون حاسم، أكون قاسم، أكون فاصل، على اعتبار أن ما ينفعش صحفي يبقى مهادن وعادي كده يعني. فعملت معها الحوارات ونشرتها بالأسماء، يعني صلاح نصر أقول صلاح نصر، حسن عليش أو الحسن عليش كده يعني، فاتن حمامة أو الفاتن حمامة، الممثلة الفرنية عملت كذا. وأنا يعني وقلت في بداية الكتاب أنا بنشر الحوار معاها كما هو بين قوسين كده بعبله يعني إجابتها. ولذلك هي لما رفعت علي قضية لما اتخضت وصفت الشريف كان وزير إعلام أيامها، لأن الكتاب نشر سنة 96 ولغاية دلوقتي الكتاب بيحقق أعلى المبيعات في كل و70 ألف جهة نشر بتضربه، يعني اللي هم بيضربوا الكتاب عشان يبيعوه يعني بعيدا عن الناشر كمان من ناشرين اخرين. وكلكم عارفين انحرافات الفن والسياسه، اعتماد خرشد الشهاده على انحرافات الفن والسياسه. فازاي الفن انحرف وازاي عن طريق المخابرات وازاي المخابرات اخذت نجمات السينما تشغلهم معاه، شهاده رؤيه من اعتماد خرشد زوجه المخرج والمصور السينمائي الشهير احمد خرشد، أبو عمر خرشد الموسيقار الشهير كان زوج اعتماد خرشد اللي هي تبقى زوجة أب الفنانة شريهان. حتى شريهان رفعت علي قضية برضه، أقول في الآخر يعني اتعاملنا بود واحترام وتنزلت عن القضية لأن ما كسبتهاش شريهان، وحتى برضه اعتماد خرشد رفعت علي قضية وخسرتها لأن أنا بعت على فكرة ما رحتش المحكمة، بعت الشرايط اللي هي مسجلها نسخة للمحكمة، عملوا لها لجنة استماع وقالوا لها على طول انت، وهي اللي تحملت القضية. المهم يعني فمن هذا الوقت والمخابرات المصرية قلقانة مني من 96 لغاية ما جت سنة 2004 نشر كتابي أسرار الأميرات في الخليج العربي.
وكتابي اسرار الاميرات في الخليج العربي في رايي وفي راي اللي شافوه كلهم ان هو اخطر كتاب، اخطر من صدام لم يعدم مليون مره، وفي رايي كمان اخطر من هؤلاء قتلوا السادات، لان هؤلاء قتلوا السادات انا بتهم حسني مبارك وابو غزاله والنبي اسماعيل بعمليه اغتيال السادات المنظمه بالفعل، وبعدين يعني الثلاث اشخاص، لكن انا في اسرار الامارات في الخليج العربي بكشف وبوضح وببين كل بيوت الحكم العربيه، امراء وامارات وملوك والى اخره، من مخدرات وفسق ودعاره ومجون وشذوذ وعلاقات بيزنس واقتصاد وسرقه ونهب بالمستندات والوثائق الكاشفه الفاضحه. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل هنا من غير ملل. وعلى غلاف الكتاب هتلاقوا صورة هند الفاسي وصورة مشاعل الفيصل أخت الأمير سعود الفيصل وصورة معايشة القذافي وصورة فاطمة الكتبي زوجة الشيخ زايد رئيس الإمارات وصورة موزة زوجة الشيخ حمد أمير الإمارات لقطر وقتها، واسمه أسرار الأميرات في الخليج العربي. كتاب رهيب جدا. المهم قبض علي أنا والناشر ورحنا واعتقلونا. تم اعتقالي أنا والناشر ورحنا سجن ترى، وخرجت من سجن ترى بعد الاعتقال. اعتقلونا 55 يوم، وخرجت من الاعتقال عملت مذكراتي في الاعتقال أو مشاهداتي في الاعتقال نشرتها في جريدة الميدان على 4 أسابيع متتالية بعنوان أنيس الدغيدي يحكي عن 45 يوم خلف الأسوار مع الكبار. واتكلمت بقى مين اللي كان هناك، ومحي الدين الغريب وزير الماليه شفته، وحسام ابو الفتوح، ومجموعه الناس اللي كانوا هناك شفتهم وانا معتقل انا والناشر. اللي يعنينا ان انا لما خرجت من الاعتقال ورحلونا على حاجه اسمها جابر بن حيان لامن الدوله في الدقي، ومكثت انا والناشر اسبوع في غرفه مظلمه احنا الاثنين لمده اسبوع تقريبا، اسبوع او 7 ايام، وبعدين راحوا خرجونا واعتذرونا وايه وروحت. تاني يوم كلمني جالي 2 على البيت قالوا لي ان السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات عاوز يشوفك، تحب امتى؟ تحدد الميعاد امتى؟ قلت لهم من دلوقتي ناو، ورحت خارج معاهم دلوقتي. رحت قابلت عمر سليمان، قعدنا التقينا ما يقرب من 3 ساعات الا قليلا. والحقيقه التفصيلات كتيرة قوي، لكن مش هحكي تفصيلات علاقتي بعمر سليمان اللي استمرت 6 لقاءات على مدى عدة أعوام حتى خرج عمر سليمان من السلطة. يعني أنا آخر مرة قابلت عمر سليمان دي اللي هنتكلم فيها اللي تعنينا بقى. فقابلت عمر سليمان آخر مرة في 2010 بعد 3 أكتوبر 2010 ده حسني مبارك قام بتعيين عبد الفتاح السيسي رئيسا لمدير جهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع في 3 أكتوبر 2010. بعدها بأسابيع قليلة كلمني اللواء رئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان بيكلمني وبنكلم بعض مباشرة بلا وسيط. بعدين رحت التقيت باللواء عمر سليمان فقال لي إن في حد عاوز يقابلك وعاوز يقعد معاك، وانا انصح ان انت تقعد معاه بعد اذنك يعني، لان هيبقى فيه شيء مثمر لمصر وكده. فانا الحقيقه كنت فاكر ان هو بيتكلم عن احمد عز او زكريا عزمي او يوسف بطرس غالي، خصوصا ان انا كنت مهاجم هذه الشخصيات بضراوه جدا جدا. اما صفوت الشريف فبتربطني بيه، صفوت الشريف ذكي، واحد مش ذكي، واحد من اذكى الشخصيات التي مرت في تاريخ مصر على الاطلاق من ايام عمرو بن العاص لغايه بكره. صفوت الشريف.
هو واحمد فتحي سروش. لذلك كانت بتربطني علاقه قريبه قوي ومقربه بصفوت الشريف، وكانت بتربطني علاقه كبيره بس مش مقربه باحمد فتحي سروش، لكن صفوت الشريف علاقتي بيه علاقه مفتوحه رغم تحفظاتي عليه ورغم كتاباتي. لكن هو بعد كتابي عنه اللي هو بتاع اللي انا قلته في الاول اللي هو اعتماد خورشيد السعيد على انحرافات الفن والسياسه، بعدها بسنوات كلمني وبقينا بقينا مقربين. لكن انا كل واحد على دينه السياسي، هو حزب وطني، ولما بقى بعد ما بقى وزير، بعد ما كان وزير اعلام احنا اصدقاء من اول هو وزير اعلام لغايه ما بقى رئيس مجلس الشورى. حتى مره كانوا قالوا ان الرئيس مبارك تقريبا سنه 2000 هو سنه 2000 هيغير الوزاره وان صفوت الشريف ماشي. فانا عملت حوار مع صفوت الشريف لجريده الميدان وقعدت معاه، فقلت له بساله قلت له يعني الرئيس هيغير الوزاره او هيغير تغييرات كثيره وانت اسمك متردد، هتبقى مايل لي؟ شوف يا انيس. وراح ماسك فنجان القهوه في ايده وقال لي شوف انا شايف فنجان القهوه ده من كل الجهات ازاي. قلت له اه. قال لي انا شايف الاعلام المصري والعربي زي ما انا شايف فنجان القهوه ده اللي في ايدي. يا انيس يا دغيدي انا عمري ما هبقى وزير سابق. وبالفعل خرج صفوت الشريف من وزاره الاعلام وراح رئيس مجلس شورى، ما بقاش وزير سابق بسهوله، ما قعدش في بيتهم يلبس بيجامه ويقرا الجورنال الصبح ويروح نادي الجلاء يلعب تنس او يلعب طاوله زي الراجل اللي انا قابلته هناك برضو محمد عبد الحليم ابو غزال المشير. فصفوت الشريف حاجه عبقريه جدا في ذكائه وشخصيته. قلت له لا، يعني لو كان حد من دول لعمر سليمان بقى، لو كان احمد عز او زكريا عزمي او يوسف بطرس غالي او الناس دي، انا مش هقعد معاهم لان مش هتصالح مع الناس دي وما ينفعش اتصالح معاهم. فقال لي لا، ده حد تاني، ده حد في المخابرات العسكريه. انا بيني وبينكم بصراحه ما بحبش المخابرات العسكريه، انا بحب بعض الناس في المخابرات العسكريه القدام. بحب المخابرات العسكريه ايام الجمصي، بحب المخابرات العسكرية أيام إبراهيم الرفاعي الفلتة اللي عمل شخصية وكيان للمخابرات العسكرية، اللي عمل أسامي كبيرة في العسكرية المصرية. يعني عفوا لما نيجي مثلا نتكلم عن، بلاش أتكلم عن جهاز المخابرات والاستطلاع تفصيلا دلوقتي، لكن لما نيجي نتكلم عن العسكرية المصرية ورموزها، اوعى تقول لي إن العسكرية المصرية مش مقدسة. أنا شايف إنها مؤسسة مقدسة، مقدسة جدا. لكن هل بقى بعض رموز المؤسسة العسكرية خلوها مؤسسة مقدسة زي ما هي، ولا داسوا عليها بالأحذية الميري ولطخوا سمعتها بالثرى والتراب والعار والذل؟ نعم، الحقيقة هي هذه، إن بعض قادة المؤسسة العسكرية الأقزام زي عبد الفتاح السيسي وصدقي بتاعه ده صبحي ده ونسيبه محمود أفندي حجازي، هؤلاء رئيس الأركان دلوقتي ده، هؤلاء الناس لطخوا سمعة العسكرية المصرية في الواحد. يعني مثلا وعاوزين نتكلم بحوار هادئ بدون عصبية، لما تيجي تقول لي مثلا ان عبد الحكيم عامر سيد العلاقة ما بين الجندي والمشير او الجندي والقائد، تختلف تتفق بقى. يعني هيكل انيس منصور له رؤية وهيكل لهم رأي، وانا كمان بتفق معاهم في عبد الحكيم عامر. هيكل بيقول ان هو نصف بهيمي ونصف عاشق ونصف انسان ولا يصلح لان يكون عسكري. انا متفق في العباره الجميله دي، وردتها هيكل، ردتها انيس منصور ورا هيكل، وانا برددها بدوري هنا. لكن ما تقدرش تقول ان عبد الحكيم عامر مش صاحب اعلى كاريزما في تاريخ العسكريه المصريه، من اول احمس الاول لغايه هذا القزم عبد الفتاح السيسي. تقدرش تقول كده، تقدرش تقول غير كده. طيب عبد الحكيم عامر لما يعني ينفع عبد الفتاح السيسي يقف عسكري مراسله قدام مكتب عبد الحكيم عامر عشان عبد الحكيم عامر يضرب الجرس يدخل عبد الفتاح السيسي يجري يقول له هات لي القهوه يا ابني؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. لا، احنا عاوزين واحد يقوم بالدور ده كويس، عايزين واحد يبقى عنده عقل وذكاء وشخصيه ورجوله، مش راجل مايس، مش راجل رقاص، مش راجل كذاب زي عبد الفتاح السيسي. لا، احنا عاوزين راجل ملء هدومه زي ما بيقولوا كده في الصعيد وفي الفلاحين وفي مصر العظيمه.
طب هل ينفع يبقى عبد الحكيم، هيبقى عبد الفتاح السيسي واقف على باب جندي مراسلة عند محمد فوزي الفريق اول محمد فوزي وزير الدفاع والحربيه، وزير الحربيه بعد عبد الحكيم عامر؟ يكفي ان هو اللي قبض على عبد الحكيم عامر، ومش عاوز اقول ضربه بالشلوط وقبض عليه وجابه، وتخلص من قاده المال المدفعيه والمدرعات والصاعقه وهريدي والمجموعه دي في سنه 68 بعد النكسه بامر عبد الناصر. تقدر تجيب بقى تقارن محمد فوزي بالقزم عبد الفتاح السيسي؟ عيب. طب تقدر تقارن عبد الفتاح السيسي القزم بجبل الامانه والرجوله في تاريخ العسكريه المصريه، بالبطل الشامخ المشير احمد اسماعيل علي مهندس حرب اكتوبر؟ هما ضحك طبعا، ما ينفعش. هما ضحكوا على عبد الفتاح السيسي وقالوا له يا عبد الفتاح باشا سياده الرئيس العره انت ممكن تبقى زعيم كبير جدا. قال لهم ازاي؟ قالوا له شوف عبد الناصر عمل ايه والسادات عمل ايه وخد الحاجتين اللي عملوهم واعمل زيهم. قال لهم وماله الدين؟ قالوا له عبد الناصر عمل قناه السويس. عبد الناصر اممها نعم في نوفمبر 1956، ده صحيح قرار جريء وشجاع ما يخطوش الا جمال عبد الناصر الزعيم الكبير، صح؟ انا بحب جمال عبد الناصر. طيب قالوا له تعالى بقى يبقى يعمل لك قناه السويس. قناه السويس ايه يا انت يا اهبل انت؟ قناه السويس ايه يا ابني؟ تعمل قناه السويس ازاي؟ هي قناه السويس بتتعمل؟ قناه السويس اتعملت في سنه 1800 في عصر الاسره الخديويه، اسره محمد علي، شقت ايامها. تشوف لنا قناه ثانيه لو انت راجل، قناه بجد بقى، مش عامل لي ترع، ما تنفعش تبقى ترع خالص حتى بلغه الفلاحين. ولسه هنقف معاها مع انجازاتك تفصيلا، بس ده مش وقت، احنا بنتكلم عن الجزء المخابراتي اللي بيني وبينك وبين مخابراتك وفيما يخص صدام حسين والمعلومات الاخيره. طيب انت تنفع عبد الفتاح السيسي ده ينفع يبقى عسكري مراسله قدام مكتب المشير احمد اسماعيل علي؟ او قدام مكتب المشير احمد بدوي؟ او قدام مكتب حتى او بلاء او قدام مكتب كمال حسن علي؟ او قدام مكتب محمد عبد الغني الجمصي؟ او قدام مكتب العظيم العبقري الشخصيه العسكريه الفالته المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله؟ انا مختلف في حاجات كتير في محمد عبد الحليم ابو غزاله جدا، وعارف انه متآمر على قتل السادات، وعارف انه من اول يوم وذكر لي الكلام ده راسا براس ووجها بوجه ولقاء بلقاء سامي شرف رئيس ديوان رئيس الجمهوريه، رئيس ديوان رئيس الجمهوريه عبد الناصر والسادات، دعاني في فيتو والتقيت بيه في فيتو في مصر الجديده، وقال لي قال لي انور السادات لما مسك السلطه كلمني العقيد محمد عبد الحليم وغزاله وقال لي انا جاهز يا فندم ومعايا كتيبه من عندي مستعد اروح اعمل عمليه انتحاريه دلوقتي واغتال السادات اللي هو اللي بقى رئيس جمهوريه ده. قلت له يا ابني تريس الكلام ده ما ينفعش، يعني هو من اول يوم في تاريخ السادات وهو عاوز يغتال السادات وتفاصيل علاقته بحسني مبارك وصداقته، بس ده برضه مش وقتها، موضوع كبير جدا وانا اتكلمت فيه في كتبي، اتكلمت فيه كتير جدا، وكواليس علاقته بيه وبحسني مبارك وبمنير ثابت اخو سوزان مبارك وموضوع امريكا وملف السي اي اي وملف تجاره السلاح، كل ده عندي، تفاصيله المخابراتيه عندي. طب وبعدين؟ هل ينفع بقى عبد الفتاح السيسي يقف عسكري مراسله على باب المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله؟ مستحيل. ابو غزاله عملاق وده قزم، ده سيسي ده حمار. فدي شخصيات عظيمه، حتى الراجل اللي هو اكتر وزير داخلي وزير دفاع في تاريخ مصر 21 سنه العجوز، الرجل اللي جاي من اهل الكهف من التبوهات والتوابيت القديمه محمد حسين طنطاوي، راجل خبره وشارك في حرب اكتوبر. كل بقى الاقزام اللي جم بعد كده ما شاركوش في حرب اكتوبر، دول اقزام. ما انت عاوز تبقى بطل وريني حرب مع العدو الحقيقي، لكن تروح تضرب الناس في ربع والنهضه المصريين المسلمين او الاباط؟ لا، انت حارب حرب، يعني في الحرب العالميه الثانيه او في اي حروب، هات لي دوله في العالم الرئيس بتاعها قاعد يقتل في شعبه الا انت ومعمر القذافي وعلي عبد الله صالح. انما علي الراجل بتاع 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 تونس زين العابدين بن علي قال فهمتكم وخرج ومشي. فباختصار انت ذبحت شعبك. فنوصل لحكايتي مع السيسي ومع المخابرات. فالراجل قال لي لا، اللي عاوز يقابلك هو اللواء
عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع. قلت له والله انا مش حابب اروح المخابرات العسكرية، وانا منسق معاك وبنعمل تقارير، يعني بيكلفني ببعض التقارير، يقول لي مثلا هو عاوز تقرير عن دولة معينة او عن جهاز معين او عن شخصيات معينة، بعملها له تقارير مخابراتية وسياسية وايديولوجية وكده. وفي تبادل في المعلومات بقدر، وفي تبادل في النصح علشان مصلحة مصر، ففي تبادل معلوماتي، وده مسموح ومتاح ومباح بين بعض الكتاب والمفكرين وأنظمة سياسية أو السلطة أو أشخاص أو أجهزة معينة بحكم القناعات المتبادلة أو المصالح المتبادلة أو أي وضع سماها زي ما تسميها. لازم ده حاصل ومعترف فيه ومعلوم بالضرورة. فالمهم يعني هو ما ضغطش عليا، لكن هو راجل محترم الحقيقة الله يرحمه، فقال لي يعني أنا أنصح بده وأنت الرأي لك. المهم قلت له خلاص، فرحت قابلت عبد الفتاح السيسي في جهاز المخابرات العسكرية. الحال الوهلة الأولى أنا ما حبيتش هذا الكائن، للوهلة الأولى في ناس كده، يعني أنا مش مختلف معاه خالص ولا عمري شفته وبالمناسبة ولا أسمع عنه قبلها خالص بمنتهى الصدق. ف يعني مش شاغلني ومفيش بينه وبينه خصومه ولا حاجه، لان انت احيانا تبقى ماشي في الشارع، في السينما، في المطار، في الكافي، في القهوه، في العربيه، في الاتوبيس، في محطه المترو، في اي حته، وتشوف حد ما تحبوش لمجرد انك شفته بس منظره ما عجبكش او احساسك ما بقاش متقبله، وهو قد يكون كذلك او العكس. المهم فانا عن نفسي ما حبيتش عبد الفتاح السيسي للوهله الاولى. فحاول يكون لطيف الحياه الراجل، وراجل مبتسم ولو ان اكتر ابتسامه صناعي، وحاول يكون لطيف ومهذب وبنتكلم بشكل جميل جدا، وحاول يطول في الوقت. انا يعني اللقاء ده هو اللقاء اليتيم بيني وبين عبد الفتاح السيسي، لم يستغرق اكتر من 35 دقيقه تقريبا، وانا اللي كنت بنهي اللقاء كل شويه، بحاول يعني اقول ان انا عندي ارتباطات واني ودي له احساس بالملل يعني، وما اسمرش عن اي شيء يهمه زي ما كان عايز. من تلك اللحظه حطني في دماغه عبد الفتاح السيسي. من نظريه الممنوع مرغوب، انه لازم يستعبدني وانه لازم يضع يده عليا وان لازم اتعاون معاه، وان ازاي يعني مين ده اللي يقول لي لا، وفي نفس الوقت هو بيتعامل مع عمر سليمان. وبالمناسبه عاوز اقول لكم، في مصر بالذات طول عمرها المخابرات السياسيه العامه، المخابرات العامه في خصام مع المخابرات العسكريه، ومفيش انسجام، وده في دول العالم الثالث الغبيه. الدول العظمى زي امريكا وبريطانيا ودول اوروبا الكبيره وروسيا، الدول دي دايما المخابرات العامه مع المخابرات العسكريه في عناق، ده اذا كان فيه اكتر من جهاز يعني، وغالبا بيبقى جهاز واحد. فهكذا يجب ان تكون الامور، لكن هما مختلفين، كل واحد عاوز يكون افضل من الثاني، كل واحد عاوز يكون مقرب عند صانع القرار الاوحد، بيبقى دايما السلطه الرئاسيه، فكله بيجتهد وكله بيتكلم في كله، يعني انا اللي شاطر والتاني لا، ودي مشكله في العالم الثالث. مفيش نظام المؤسسات ان الوطن اهم شيء والشعب اهم شيء والمصلحه العليا فوق اي حد، مفيش ده. لكن في دول العالم المتقدم، في بريطانيا وفي امريكا وفي غيرها، ده مبدا سيادي وسياسي ومخابراتي معمول به، كله بيشتغل من اجل الوطن، من اجل الشعب، من اجل الناس، من اجل الاقليم، لكن عندنا لا. المهم فبقت هنا فيه هو بيني وبين عبد الفتاح السيسي. نجري بقى بعد كده لما حصلت ثوره 25 يناير، الحقيقه في علاقه بتربطني بالمخابرات السعوديه، فحصل اتصال هاتفي بيني وبين الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس جهاز المخابرات في السعودية بعد ثورة 25 يناير، وقال لي أنا يعني هيكلمك رئيس المخابرات، رئيس مكتبنا للمخابرات في مصر اللواء علي الشمراني، فأستأذنك يا ريت تقعد تشربوا القهوة مع بعض وتتناقشوا شوية في شوية حاجات كده. قلت له حاضر.
وقعدت مع كلمني اللواء علي الشمراني، اللواء دكتور علي الشمراني، وقعدنا مع بعض في القنصليه لقاء مطول ممكن يتخطى الساعتين او اكتر، في او يمكن اكتر كمان، في القنصليه السعوديه في جاردن سيتي في القاهره. كان كل كلامه الجنرال عبد الفتاح السيسي عاوز يقعد معاك. الجنرال عبد الفتاح كان بقى رئيس جهاز المخابرات لسه، بقى ما فيش دولة الإخوان ولا حاجة. ومصر لما تعمل يبقى فيه اللي حصل ده في 25 يناير، هو طبعا مش عاوز يعترف دي ثورة يعني. والغباء الشديد ليهم إن أنا أحد سدد صناع ثورة 25 يناير، يمكن ربما الصانع والأب الأول والأوحد، أنا وعبد الحليم قنديل من قبل الثورة، مقالاتي من 2007 بالذات يعني اكثر شراسه وقوه لغايه 2010 في صوت الامه، وما بعدها بقى في 2011 و2012، بس دي مش دي القضيه، لكن بالذات المرحله اللي صنعت الثوره 2007 2008 2009 2010، مقالاتي في جرير صوت الامه اكبر جورنال اسبوعي بيوزع في مصر، هي يعني هزت السكون وحركت المياه الراكده واشعلت النيران فهبت الثوره. انت جاي تكلمني انا؟ منتهى الغباء، غباء رهيب جدا. فقال لي اللي حصل في 25 يناير ده ممكن يسقط النظام، لكن مش عاوزين يسقط الدولة المصرية. طبعا، ما هي الدولة المصرية عمرها ما تسقط. انت مال، انت مين انت تتكلم عن الثورة المصرية يا علي يا شمران؟ انت مين انت او مقرن او الملك بتاعك عبد الله بن عبد العزيز وقتها او مين؟ انتوا مين تتكلموا عنا عن مصر؟ بأي حق انتوا مين تتكلموا عننا؟ والحقيقة انا مباشر وعنيد وقوي وعنيف وحاسم، فبقيت اقول كده يعني. يعني هو بيلطف، هو ذكي برضه، هو من عينه عبد الفتاح السيسي، بس هو ذكي قوي الحقيقه، اذكى من عبد الفتاح السيسي، لكن اغبياء انهم ينشنوا عليا ما ينفعش. فيعني كانت محاوله منهم. وطبعا انت يلزمك يبقى عندك، كنت انا في الوقت ده معايا عربيه مش عاوز اقول اسمها برضه، عربية حديثة لكن عربية من الصف الثالث يعني، ما هيش لكن جديدة حديثة موديل سنتها، موديل السنة اللي جاية كمان. ف بالظبط كده، كانت موديل السنة اللي هتبدأ بعديها. فقال لي لا، انت محتاج بقى يبقى عندك شقة في الزمالك ورصيد بنك كبير، ويبقى عندك بدل العربية عربيتين، عربية حديثة قوي بقى، ماركة كبيرة عالية قوي، حاجه كده تبقى جايه مخصوص، ومحتاج يبقى عندك فيلا فين، ومحتاج يبقى عندك في الساحل الشمالي مش عارف ايه. واحنا طبعا كل ده ان شاء الله هنعمله لك، لان احنا بنحبك، وسمو الامير السيد رئيس الجهاز عندنا اللي يقصد الامير ميرن بن عبد العزيز بيوليك مشاعر خاصه وحب خاص. طب وبعدين ايه يعني، ايه الموضوع؟ فقال لي احنا عاوزين نحط ايدك في ايد الجنرال. يا ابن الجنرال ده انا مطلعه من ايام عمر سليمان، من زمان، ما انا قعدت معاه ومش هتعامل معاه خالص. انا مش حابه اصلا، انا مش حابب عبد الفتاح السيسي اصلا انسانيا. ان شاء الله على فكره لو نجح في حكم مصر انا هعترف بيه رئيس جمهوريه نجح، لان انا منصف قوي وعادل قوي، لكن مش هعترف بيه واحد عاجبني او نجح هذا الرجل. بس انا مش عارف نجح بالصدفه وبالاقدار ازاي، ما اعرفش. وهو على فكره لن ينجح، هو في واحد الدولار معاه وصل لغايه النهارده 14 جنيه و80 قرش، والنهارده بالمناسبه 13 اكتوبر 2016 وانا في لندن دخلت على الموبايل على الاسعار العملات في مصر، لقيت سعر الدولار 14 جنيه و80 قرش النهارده. ده انت راجل مبدع بقى. ده احنا لما شلنا مبارك كان الجنيه ب 5 جنيه ونص، الدولار ب 5 جنيه ونص، ولما شلنا محمد مرسي افندي الغبي كان الدولار بحوالي 6 جنيه وشويه. ايه ده يا ابني اللي انت عامله ده؟ والخليج عمال يعطي لك فلوس سداح مداح، ولا حد كان بيدي المبارك السداح مداح بتاعك. شوف انا قد ايه بكره مبارك، وخرجت على مبارك وصرت على مبارك، لكن ما حدش كان بيدي المبارك السداح مداح بتاعك ده، ولا حد يدى لمحمد مرسي ربع سداح مداح واحد، لانهم عاوزينه يقع. وهو اللي وقع نفسه محمد مرسي بغبائه وبغباء قياده اخوانه، بس مش احنا، احنا كنا عاوزينه ينجح، اي حد ينجح وخلاص، مش ما عندناش مشكلة، مش معقدين يعني، رغم إن أنا كنت مرشح انتخابات الرئاسة. ما علينا يعني. ف
قلت يعني خرجت من اللقاء على ان هيبقى في لقاءات اخرى، وهيعزمني على وعزمني على العشاء في مكان معين، وانا اعتذرت له لما روحت البيت وخلاص. حريص عبد الفتاح السيسي على ان يبقى فيه بيني وبينه كونتاكت معين. بقى زي اللي بتقول عاوز يكسر عيني، عاوز مصر على ان الممنوع مرغوب، هو شايف ان انا عندي معلومات، هو محتاج لي، ما تعرفش. بعدين حكم الاخوان ونجحوا، عشان نختصر الطريق والتاريخ والاشياء، وراح جاي مكلمني السيد البدوي، الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد. يا دكتور انيس، قلت له نعم يا دكتور سيد. قال لي استاذ عاوزينك شويه نقعد مع بعض نشرب قهوه انا وانت. قلت له حاضر. رحت له، كانوا هم عاملين بقى ايه ما يسمى بجبهه الانقاذ وكده، هو وعمرو موسى وحمدين صباحي والمجموعه كلها. فتعال، انا قلت هيقول لي يعني يعرض عليا ادخل جبهه الانقاذ وبتاع، وبالفعل كان ده الكلام. فقال لي احنا عاوزينك معانا، بس انا عاوزك تعمل حمله صحفيه بقلمك الرشيق البديع ده بالنص كده، ضد الاخوان وضد مرسي، عشان نسقط الدوله دي، مش معقول الناس دي كده، وانت ما يصحش تفر بره الميدان والكلام ده. فقلت له انا رايي، وده رايي الحقيقه، قلت له مش انا كنت مرشح انتخابات رئاسه مش انت؟ قال لي اه. وكان قاعد عمرو موسى وحمدين صباحي ومجموعه يعني. قلت له والناس دي كانت مرشحه بالفعل بقى، وصلوا وترشحوا وانا رفضت؟ قال لي اه. قلت له انا موافق ان انا ادي الاخوان فرصه، وانا بكره الاخوان اكتر منكم، لان انا راجل صاحب فكر وصاحب ورق وصاحب معلومات وصاحب كتابه وعندي معلومات. الاخوان انا اعرف ما لا تعرفه انت عنه، لكن احنا مش عاوزين مصر كل 24 ساعه تغير رئيس، احنا عاوزين مصر تستقر وتمشي كويسه. وده رايي على فكره في عبد الفتاح السيسي نفسه في اول سنه وسنتين من حكمه كمان، مش معترض على ان هو يمشي، لكن انا معترض على ان هو غبي، على ان هو ما بيعرفش يدير اسوأ من مرسي. لكن في اديله فرصه اه، بس انا ما انتخبتوش، لكن انا انتخبت مرسي اجباري عشان اهرب من حكم العسكر واحمد شفيق اللي هو نسخه مكرره شرطه من حسني مبارك، اللي بيقول مثلا الاعلى حسني مبارك. انا بكلمكم اهو بمنتهى الوضوح والصراحه وكل حاجه، وانا على فكره ما بتكلمش غير بصراحه ووضوح تام، حتى لو كان على ابويا وامي. فقلت قلت له لا يعني صعب ان انا اعمل كده. قال لي لا وبنحاول. والمهم خدني ورحنا قضينا بقيه السهره، انا كنت رايح من بعد العصر، قعدنا فتره طويله، ورحنا نقضي بقى بالليل في نادي القضاه عند المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه. مستشار احمد الزند فلاح زيي من الغربيه، فقعد معايا يا دكتور تعالى جنبي. لما عمرو موسى قال له مفيش فايده مع الدكتور انيس، مش عاوز اتجاوب يا احمد بيه، السيد البدوي قال له اتكلمنا وبتاع، وكان في نجيب ساويرس ومجموعه يعني. انيس بيه تعالى يا دكتور. قعدت جنب احمد الزند، كان رئيس نادي القضاه قبل ما يبقى، قبل ما يجي بقى السيسي ويجيبه ايه، ويجيب وزير عدل. فقال لي ما يصحش الميدان والابطال والفرسان والفوارس والجياد والسماء والرمح والسيف والقلم. قلت له وبعدين؟ قال لي يعني لازم نتكاتف، وكمان الجنرال بيكلمني بقى عن الجنرال، بس ما قاليش. انا بقى في الوقت ده ربطت الجنرال، نسيت الجنرال بتاع علي الشمران، ربطت الجنرال وقتها باحمد شفيق. فقال لي الجنرال حبك وبتكلم، هو انا راجل معروف وبكتب، واي جنرال عارفني يعني، وخصوصا انها بتربطني علاقه صداقه باتنين من كبار جنرالات المجلس العسكري، كبار قوي يعني، قوي قوي، المقربين من السيسي ومقربين من طنطاوي ومن صناع كل حاجه، اتنين اصدقاء يعني علاقتي بهم كبيره قوي. ف قال لي الجنرال حبك وحابب يبقى في تعاون، ولان طبعا الجنرال جاي فانا حسيت ان احمد شفيق. قلت له انا ما بحبش احمد شفيق، فهو لما لقاني مش مستوعب ان شفيق ولا السيسي، ما رضاش عامل اكس يعني على السيسي، ما بيقولوش اسم السيسي. وطبعا واضح ان ده بامر السيسي لانه كان رئيس المخابرات العسكريه وقتها. لا ده كان بقى وزير حربيه، كان بقى وزير الدفاع. لان الكلام ده بعد اغسطس، بعد 12 اغسطس لما اتشال طنطاوي وعنان، كان بقى وزير الدفاع، هو ده الجنرال الاكس بقى اللي عليه اكس. فالمهم فرفضت، ورحت واخد المعلومات اللي عندي، وكل ده عندكم مثبت بالفيديوهات اللي موجوده في كل حاجه وفي الصحافه وفي كل حاجه،
انا راجل واضح وكل حاجه عندي موجوده بلقاءات التلفزيونيه، بكلامي، بمقالاتي، باللي اتقال عني في الصحف، بالريبورتاجات، اللقاءات اللي اتعملت معايا في التلفزيونات وفي القنوات الفضائيه، كل اللي بقول لكم ده ارجعوا له هتلاقوه زي ما بقول. وبتكلم صديقي انا بحبه الحقيقه بقى، صبحي صالح، قياده اخوانيه كبيره بس انا بحبه، كذاب كبير قوي وفشار بس انا بحبه، رخم وغيتت وبخيل قوي قوي بس انا بحبه بجد والله، مش عارف بحبه ليه، والله ما انا لاقي سبب احبه عليه، يمكن لانه مكافح زيي وكان في القريه برضه زيي وكافح وتعلم تعليمه العالي على كبر زيي واجتهد وحقق نجاحاته بعد صراع مع الحياه والكفاح، يمكن يمكن الحقيقه، لكن ما عدا ذلك ما يعجبش حد صبحي صالح ولا انا، لكن بحبه قوي يعني، مش قوي صديق قوي لكن بحبه الحقيقه، والوحيد يمكن اللي بدعي له منهم كلهم هو والراجل الجميل قوي المحترم قوي البديع فعلا الدكتور محمد بديع مرشد الاخوان، ده راجل طيب قوي ما ينفعش لا يبقى مرشدهم ولا يبقى حتى عضو في جامعتهم، راجل متصالح وراجل طيب، عكس واحد زي العريان والبلتاج ذئاب وافاعي وكذابين ودجاجله وهم عارفين انهم كذابين. شوف انا بتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح. ف قلت له يا صبحي في مصيبه، كنت انا بقى سجلت حوالي دقيقتين فيديو وسجلت فيديو صوت حوالي اربع خمس دقايق ولا حاجه للمؤامره اللي هم قالوها بقى، قعدوا يقولوا احنا لازم حتى نتخلص ولو بالقتل من المرشد ومن الكتاتني ومن صبحي صالح ومن مين، وعدوا بقى ايه والبلتاجي والعريات وعدوا ايه ست سبع اسامي. فقلت له رحت مسمعه الفيديو فرجته على الفيديو وسمعته الكاسيت اللي هو عامله بالموبايل بتاعي، اتجنن وراح مكلم خيرت الشاطر، يا باشمهندس في مصيبه كذا كذا، انا جاي لك انا وانيس، وانيس كشف مؤامره كبيره، مش هتكلم معاك في التليفون يلا. قال له ماشي. روح قافل ومكلم محمد سعد الكتاتني، الكتاتني قال له تعالى لي دلوقتي قبل ما تروح لليه للباشمهندس. ورحنا قعدنا مع سعد الكتاتني، انا قلت هيبقى راجل بقى يعني متحمس وعبقري. الحقيقه لقيته راجل خيخه بشرطه. اكثر خيخه من الراجل اللي هو اللي انا نسيت اسمه من كتر قرف منه اللي هو النائب العام ده، انا مسميه النائم العام بتاع الاخوان. ف وكل ده بالعلاقات الشخصيه، مش بقى بسمع كلام بيتقال او بقرا كلام زيكم، لا انا بعيش التجربه نفسها فيس تو فيس معاه وجها لوجه. فرحت انا صبح صالح لسعد الكتاتني، فقعد يتفرج على الفيديوهات ويسمع الفيديو ويسمع الحديث، وقال اصل برضو طب مش عارف بقى فضيله المرشد هيبقى رايه ايه والباش مهندس رايه ايه، والواحد نايم كده. صبح لقيته بيقول لا خلاص انا رايح للباش مهندس لازم نتصرف يا دكتور. وخدنا ورحنا للباش مهندس، كان الباش مهندس جه من بيته على مكتبه في مصر الجديده، طلع الحاج استقبلنا من عند الاسانسير ودخلنا جوه، قعدنا قرابه الثلاث ساعات انا بس بقى صبحي خلاص، قال لي بقى اقعد انت احكي له. قعدت انا وخيرت الشاطر ومحمود عزت، محمود عزت قاعد قدامي كده انا وخيرت الشاطر وقاعد عامل كده طول الوقت ما فتحش بقه بكلمه واحده، قال يعني الواد بيحللني عبقري. اما خيرت الشاطر فشخصيه بديعه وجميله جدا الحقيقه ومحترم وعنده وعي بصراحه يعني. فقعد اتكلم معايا كتير قوي خيرت الشاطر، حتى من ضمن كلامه قال لي انا وانا في السجن بقى صوت الامه تجيني مقالاتك اقول ازاي انيس الدغيدي بره ما اتقبضش عليه لسه، ده انت ايه ده ايه الروعه ده، انا مش مصدق ان احنا قاعدين سوا. فالحقيقه محترم الباشمهندس خيرت. وقعدنا اتكلمنا، قال لي عندك استعداد تعمل اي حاجه، افتح لك قنوات التلفزيونات والاعلام والصحافه وتعمل كل حاجه وتقول، قلت له طبعا. فقال لي طيب، كان هو بقى كلم فضيله المرشد، الحقيقه انا بقول فضيله المرشد لانه هو فعلا فضيله الرجل صاحب الفضيله بجد، انا مش اخوان ولا هبقى اخوان لو اتطبق السماء على الارض كده 100 مره وما بحبهمش ومتحفظ عليهم جميعا باستثناء صبحي صالح اللي بحبه زي ما قلت لكم، وباستثناء الراجل الطيب بديع وشويه احترام لخيره الشاطر، غير ذلك ما فيش حد بيني وبينه علاقه ممكن تبقى متينه احس ان هو حد يعني مش كذاب ومش مخادع يعني. المهم حتى محسن راضي يعني بيربطني بيه صداقه كبيره جدا مع محسن راضي اللي هو امين الحزب بالقليوبيه واحد بتوع مكتب الارشاد واحد القاده الكبار والبتاع، برضه كذب ودجل وافعوانيه وكل حاجه تخطر على بقى وغباء شديد، وما بيتفقوا في الغباء ده اسطمبه بصمه ختم
غبي، لازم غبي. ما علينا، لان كلهم قلت لهم، انا قلت لهم كلهم، وطلعت في التلفزيون وقلت، وشوفوا حوار مداخله تلفزيونيه، هم طلبوها مني، طلبوني، المهم طلبوني في قناتهم 25، وعملوا مداخله بيني معايا وقاعد بلتاجي، واتكلمت انا والبلتاجي وهم، وقعدنا وقلنا، وبعدها البلتاجي قابلني مرتين ثلاثه، منتهى الغباء يعني، منتهى التعالي، منتهى كل حاجه. صحفي وهو قد تحدث قبل يومين عن أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد ينوي حرق مقر حزب الوفد وإلصاق التهمة بالتيار الإسلامي. أستاذ أنيس أهلا بيك. أهلا بيك، مساء الخير. حضرتك فعلا ذكرت هذا الكلام وتحدثت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سوف يحرق حزب الوفد وسوف يلصق التهمة بالإسلاميين. أولا أنا بحيي ضيفك، بحيي حضرتك، بحيي جمهورك العريض. شكرك يا فندم. بحيي كل الأمة اللي خرجت النهاردة علشان تصوت إما بنعم أو بلا، ونحن كما قالت القيادة السياسية مع أي خيار يريده الشعب. هذا واحدة، أو هذه واحدة. أما الثانية فلقد تقدمت يوم السبت الماضي، أي منذ 8 أيام، وأربع بلاغات رسمية للسيد النائب العام، وهي بين يدي الآن تحمل أرقام 44، رقم 75 و76 و77 للسيد النائب العام بلاغات. ولقد قلت أنني حضرت بنفسي اجتماع خطير جدا بين السيد البدوي ونجيب ساويرس، وأن هناك مؤامرة لاغتيال الرئيس مرسي، بل أن هناك 6 أشخاص آخرون، منهم هذا الرجل الدكتور الموقر الجالس معك الآن دكتور محمد البلتاجي، والسيد المرشد الدكتور بديع، والدكتور سعد الكتاتني، والأستاذ الجليل صبحي صالح، والمهندس خيرت الشاطر. وقلت هذا رسميا بأدلة، بوقائع، بحقائق قدمت إلى السيد النائب العام، بل وتكلمت أيضا في بلاغي. طيب حضرتك استاذ انيس ينوي اغتيالهم او بيخططوا لاغتيالهم، استاذ انيس. نعم. استاذ انيس لو سمحت، يعني حضرتك بتقول ان لديك ادله ولديك اثباتات على انه تم التنسيق. نعم. بين طبعا. السيد البدوي رئيس حزب الوفد طبعا. والسيد نجيب ساويرس على اغتيال طبعا. هذه القيادات، ما هي طبعا. تلك طبعا. الدلائل؟ يعني احنا عايزين برضو نعرف، والساده المشاهدين يعرفوا، من اين اتيت بهذه الدلائل، وما هذه وما هذه الدلائل او الاثباتات؟ انا حضرت بنفسي، والامر في النهايه على مسؤوليتك الشخصيه. طبعا على مسؤولياتي، واقول لك لقد قدمت. ومعاه الدكتور بلتاجي، لو حب الدكتور بلتاجي يتدخل معك ايضا. لا هو بيقول حضر اجتماع. اهلا به. لكن انا اقول لك ايضا، لانني معي في نص البلاغ ما يلي، ان نجيب ساويرس نصب قال بانه يريد ان يحرق وفقا لتخطيط اقر به وقاله امامي بعض الكنائس والمواقع الكنسيه حتى تنسب للإخوان. فحينما يأتي اليوم حريق حزب الوفد أو غيره، إنما هي مخططات، وإنما هي أوهام، وإنما هي أرجات وأدلات خطط لها لكي تحدث فتنة في هذا البلد الآمن، ولكي تنسب إلى الإخوان. ولقد قلت ذلك قبل وقوعه ب8 أيام، وبينما الفيصل هو البلاغ الذي قدم للنائب العام، وقدم أيضا للسيد الرئيس يوم الخميس. وعلينا أن نقف وقفة بعيدا عن المصطلحات السياسية، فلا أنني أختلف مع ما يقوله الدكتور الجليل محمد البلتاجي من توصيف قامات سياسية، قامات موقرة، أسماء سياسية. كل عصر هذه الأكاذيب انتهى، لا يجب أن نسمي مسميات بغير مسمياتها الحقيقية. إن مصر تتعرض لخيانة ولعمالة، وقلت ذلك وأنا أعيه ومسؤول عنه، وقدمت به بلاغات رسمية، ومستعد أن أواجه به الجميع. إن مصر تتعرض لمجموعة من الخونة والباعة، أقول ذلك وأوقف عليه بدمي فصلة أزاز، تعونا من الكذب. مصر لا تتحمل كذب، لا تتحمل تمثيل، لا تتحمل مسرح، لا تتحمل منتفعين، لا تتحمل كذابين ولا أفاقين. كل هذا يجب أن ينتهي، كل هذا يجب من مصلحة رجل الشارع البسيط، من مصلحة العامل، من مصلحة الفلاح، من مصلحة الرجل البسيط، أن تنجو مصر من هذه الأزمة، وأن يخرجوا باعة الوهم ودجاجلة التاريخ الذين تلملموا وتجمعوا الآن بعد أن كانوا مشتتين، بعد أن كانوا يتناطحون فكرا، أصبحوا الآن يتكلمون كأنهم على قلب رجل واحد.
كيف هذا؟ طب استاذ انيس، استاذ انيس عشان نكون اكثر واقعيه، يعني هل هذا المخطط اللي حضرتك بتتكلم فيه يشترك فيه السيد الدكتور السيد البدوي، وهذا كما قلت على مسؤولياتك الشخصيه، الدكتور السيد البدوي والسيد والسيد نجيب ساويرس فقط، ام هناك اطراف اخرى تشترك في هذا المخطط؟ هناك اطراف اخرى، هناك اسماء واسماء. زي ايه يا استاذ انيس؟ زي مين يعني؟ رضا ادوارد وحمدين طباحي ومحمد البرادعي وكل هذا وعمرو موسى واحمد الزين اللي كان الاجتماع الثاني الذي حضرته في نادي القضاء. لا 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 لا، الامر امام النائب العام، وانني من هذا المنبر الموقر وطالب السيد النائب العام بان يحقق في هذه البلاغات، واعلمه الان انني قدمتها لرئاسه الجمهوريه يوم الخميس، وقدمتها الى اولي الامر والى اصحاب الشان، وانا ارضى واعتقد واؤمن ان السيد النائب العام رجل فاضل، وأن عليه أن يفتح هذه التحقيقات لكي تحكم القضية. وأنا ذا أمامكم موجود هنا بينكم أطالب بفتح التحقيقات الرسمية للوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المجرمين الآثمين. طيب المسألة الإعلامية في هذه الأزمة، يعني نحن تحدثنا عن أو تم التحدث عن أن هناك اعتداء على مقر الحزب، حزب الوفد، وتم الترويج له إعلاميا والحديث عنه إعلاميا. هل هذه المؤامرة التي تتحدث عنها وهي على مسؤولياتك كما أؤكد، هل تشترك فيها أطراف إعلامية؟ هل الإعلام مشارك في التغطية على هذه المؤامرة؟ لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. وحضرتك عندك أدلة على ذلك؟ عندي أدلة، عندي أنا شاهد رؤية، وعندي شهود رؤية آخرين، وهناك أشياء وأشياء. فقط نبدأ التحقيق ونفتح كي تتكشف هذه المؤامرة. كيف هذا؟ اغتيال رئيس الجمهورية، اغتيال قيادات كبيرة، الركون بالبلد الكبير العظيم. طب اذكر لي حضرتك معلش القيادات التي تحدثت عنها وتقدمت وكتبت وذكرتها في بلاغك، اذكر لي هذه القيادات مرة أخرى. مرة أخرى الدكتور محمد بديع المرشد، اثنين المهندس خيرت الشاطر، ثلاثة الدكتور محمد البلتاجي، أربعة الدكتور عصام العريان، خمسة الدكتور سعد الكتاتني، أخيرا الأستاذ صبحي صالح. طب يعني لماذا هم كلهم من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؟ لأن خصومهم يريدون أن ينهون هذه القضية في اعتقادهم، وأن هؤلاء هم أهل رجال المرحلة، وأن هؤلاء هم الذين يحكمون مصر الآن، وأنه يجب أن ينتهي الإخوان لكي يخرج هؤلاء إلى الحياة وإلى النور وإلى العمل السياسي، لأن في اعتقادهم أن الثورة قد سرقت، وأننا نعاني في وسط ويلات الإخوان المسلمين، وكيف لشرع الله أن يحكم، وكيف تقام دولة إسلامية على أرض مصر. إن محمد البلدعي يعترض على المادة الثانية، ويريد أن يحول مصر إلى شرق أوسطية وليست إلى دولة شرعية إسلامية. نعم الأستاذ نعم. أنيس الدغيدي الكاتب، وذكر كلاما خطيرا، هو في النهاية على مسؤوليته الشخصية، ولكن إن صح هذا الكلام التدبير، هل العملية السياسية، هل نحن خرجنا من الإطار السياسي الآن إلى بعد مرحلة إثارة الفوضى إلى مرحلة التصفية الجسدية وتحديد شخصيات بعينها لإسقاطها جسديا أو تصفيتها جسديا، ومنهم حضرتك؟ بصرف النظر عن تهديد القتل، يعني بفضل الله، يعني الأستاذ صبحي صالح تم معه هذا الأمر، وكانت هناك محاولة للاعتداء عليه. صحيح صحيح، ومع ذلك عاد صبحي صالح ليمارس دوره السياسي الوطني كأن شيئا لم يحدث. يعني بمعنى حين نزلنا إلى ساحة الثورة يوم 25 يناير، بل قبلها بعشرات السنين، قاني قضية السجون والقتل والتهديد والتخويف والتفزيع، يعني ليس لها أثر من قريب أو بعيد. ففكرة التهديد والتخويف بهذا لا قيمة لها في حياتنا بإذن الله تعالى. لكن طبعا الكلام اللي قاله الأستاذ أنيس الدغيدي في غاية الخطورة، وهو على مسؤوليته ويحتاج إلى تحقيق وإلى توثيق لتتعامل معه الرأي العام المصري وفقا للحقائق. لكن كما قلت، الكلام اللي حضرتك قرأته على لسان الدكتور البرادعي في الفاينانشال تايمز، وأنت قرأته أمام الرأي العام الآن، ومطالب الدكتور برادعي أن ينفيه أو يصححه إذا لم يكن صحيحا، وإلا فالكلام وتم ذكره في قنوات أخرى ولم ينفي الدكتور برادعي، فالكلام في غاية الخطورة. إذا صح أن الدكتور برادعي يتحدث بهذه اللغة فهذا أمر في غاية الخطورة.
من هنا عبد الفتاح السيسي زادت العداوة ان هذا الولد لازم يبقى مش في قبضتي، يبقى تحت جزمتي، لازم اجيب الواد ده، لازم اعاقب الواد. وفي نفس الوقت كمان المهم جيت بعد بقى كمان زادت الامور اكثر تعقيدا لما عبد الفتاح السيسي سيطر على السلطه وعمل مجزره رابعه والنهضه. لما عبد الفتاح السيسي عمل مجزره رابعه والنهضه قمت انا رايح متقدم ببلاغ للنائب العام اللي هو ايه الجديد بتاع السيسي، بلاغ احييت ضد متعامل بلاغ ضد عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم وزير الداخليه، اتهام كبير بالجرم وال وبفند الذي حدث في رابعه والنهضه بانه جريمه، وانا اطالب بالتحقيق فورا مع محمد عبد الفتاح السيسي وزير الحربيه ومحمد ابراهيم وزير الداخليه. وجددت بلاغ تاني كنت عامله في 5 فبراير 2008 بان حسني مبارك هو اللي قتل السادات، هو ابو غزاله ومحمد نبو اسماعيل، وانا اطالب بفتح التحقيق بارقامه. تم خدوا البلاغات مني في عصر عدلي منصور اللي هو عصر السيسي بشرطه، اللي السيسي حاطه بس في الباك في الفور جراوند والسيسي قاعد في الباك جراوند ورا فبيدير مصر. وراح اعتقلوني بقى، راح معتقلني 3 شهور. المهم حد يعني خرجني من الاعتقال هربني بشكل جميل الحمد لله بشكره عليه، صديق عزيز يعني، كان رئيس مدير جهاز امن الدوله، مش هقول اسمه دلوقتي او مش هقول اسمه خالص يعني. وخرجت من الاعتقال اللي دام 3 شهور. جينا بقى اعلنت انا من فتره ان صدام حسين سيظهر قريبا، ان انا بتكلم مع صدام حسين وان صدام حسين قابلني مرات وان صدام حسين بخير وان صدام حسين يقرأ الامه السلام وان صدام بيتجهز للمستقبل وان صدام كلمني من السعوديه مره، وانا يعني هو في السعوديه عمل عمره وسافر وتجول صدام بحريه. فالمخابرات تعاه نشرب فنجان قهوه وقول لنا هو فين وعاوزين نتعاون مع بعض، وصدام فين وايه افكاره دلوقتي ونلاقيه فين والكلام ده كله. لا خدت موقف شديد الله. المهم رحت اعمل عمره انا وامي قبل رمضان اللي فات بشهر وبنتي الكبيره عائشه، ففي السعوديه قابلوني احسن كرم وبرضو اعتقلوني 23 يوم. برضو اسئله وازاي وفين صدام ونجيبه منين وعايش ولا لا، ويعني اللي حصل ده كان اكذوبه، طب ممكن تقول لنا المعلومات من فضلك، عاوزين نوصل له، طب اللي انت عاوزه، طب المعلومات دي بكام، طب اللي انت عاوزه نقول، طب الرئيس السيسي واحنا كلنا تحت امرك وشوف نتعامل ازاي، وعاوزين نجيبه عشان نحقق يعني سوكسيه بلغه المسرح على امريكا. الله، فكنت لازم اخد موقف، كنت لازم اسيب لهم مصر كلها. عشان كده انا هنا دلوقتي في بريطانيا، الناس في بريطانيا لا سألوني عن صدام ولا عن السيسي ولا عن أي حاجة خالص، الناس كلهم لتاريخي والموقفي والأنا والمجهودي والأحداثي رحبوا بيا هنا كراجل ضيف عندهم، مفيش أي مشكلة خالص. فإحنا قدام أحداث أنا بحاول أختصرها لأن أنا شايف إن طولت على حضراتكم قوي، لأن هنتكلم لسه، هنفتح ملفات كتيرة، هنتكلم في أمور كتيرة جدا جدا جدا، لكن هو ده بإيجاز. سألوني بقى في المخابرات السعودية السؤال اللي سألته في المخابرات المصرية، هو بيقول إيه على السعودية وبيقول إيه على الرئيس السيسي بالذات. قلت لهم الحقيقة، أنا جاوبتهم السؤال ده، قلت لهم بيقول على السعودية إن أنتوا خونة، وهو ده رأيه فيكم من زمان يعني، وبيقول على عبد الفتاح السيسي وملك الاردن ان انا هجيبهم يلعقوا ثرى حذائي وحذاء كل سيده مصريه او عربيه ابنها قتلوا عبد الفتاح السيسي او قتلوا نظام السعوديه. يعني ده هو قال كده الحقيقه الراجل، يعني عاوزين تحاسبوا حاسبوه هو. وطبعا لما اتكلمت مع الرئيس صدام حسين فكان سعيد قوي بان انا قلت له التعبير ده، فضحك كتير قوي يعني. فمش عارف هم ليه مهتمين بصدام حسين
وليه مهتم وليه خايفين من صدام حسين؟ حتى يعني زي ما بيقول بعض الناس صدام حسين النهارده ده راجل مواليد كذا كذا، ده راجل عمره كذا كذا، ده راجل هيبقى كبير. لا، صدام حسين فتوه وعنده قوه وعنده ذكاء وعنده شخصيه وعنده حلم ويعمل ويكافح وعنده حب من الملايين العريضه في العالم كله. لكن هؤلاء الاقزام اللي زي السيسي وزي حكام السعوديه وزي اكثر الحكام العرب لن ينتصروا على صدام، لن ينتصروا على الاراده العربيه في شعوبهم، لن ينتصروا على الديمقراطيه التي يحاولوا وادها، لن ينتصروا على الحريات التي يحلم بها مفكروا هذا الشعب، هذا الشعب العربي وهذه الشعوب العربيه وهذه الامه العربيه، وانا واحد منهم مش اولهم. فلن نتوقف، لن نرضخ لهؤلاء الاوباش، لن نتوقف عن قول الحقيقه والصدع بها والصدح بكل الاسرار والمعلومات والبيانات من اجل الانسان العربي والمصري بالذات، من اجل الحريه والديمقراطيه. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.